بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم. هنتكلم كده على الجزئية اللي كنا بنتكلم عليها المرة اللي فاتت، اللي هي نير كريتيكال باث. طيب احنا بس كنا عايزين نتكلم عن حاجة في الكريتيكال باث. احنا قلنا الكريتيكال باث هو أطول مسار في المسارات اللي موجودة قدامي، اللي برسمها بالنتورك دايجرام. أنا بعمل نتورك دايجرام زي اللي قدامي ده، بعمل نتورك دايجرام زي اللي قدامي ده، وببتدي امشي مع كل مسار واجمع الديوريشنز بتاع الاكتيفيتيز اللي موجوده في المسار ده. المسار اللي مجموع الديوريشن بتاع الاكتيفيتيز بتاعته اطول حاجه او اكبر حاجه، ده بيبقى الكريتيكال باث. ده بيبقى الكريتيكال باث اللي هو المسار الحرج، واللي هو في نفس الوقت زمن المشروع. في زميل فاضل في حته انا كنت يعني بصراحه ما كانتش واصلاني بنفس الشكل ده، اسمها نير كريتيكال باث. في زميل انا مش متذكر اسمه هو اللي نبهنا للقصه دي، اللي هي النير كريتيكال باث هي عباره عن مسارات زمنها قريب من زمن الكريتيكال باث، وبالتالي بيبقى فيه هنا دايما ريسك ان لو حصل اي زياده في اي ديوريشن لاي اكتيفيتي في النير كريتيكال باث، لو حصل اي زياده اي ديوريشن في الاكتيفيتي اللي في النير كريتيكال باث، بيتحول النير كريتيكال باث لكريتيكال باث. تمام؟ سواء كان زمنه هيبقى هو زمن الكريتيكال باث او هيكون اكتر منه. تمام؟ وبالتالي احنا كان عندنا هنا كويستشن بيسال ايه هو النير كريتيكال باث؟ ايه هو النير كريتيكال باث؟ وانا قلت لكم ان الانسر بتاعته هي كانت ساعتها 44، بس الناس ساعتها جاوبت 43 وقالت لي ده نير كريتيكال باث. فانا ساعتها ما كنتش شايف ان نير هنا، انا ما كنتش الجزئيه دي بصراحه ما كانتش عندي. فلما رجعت الموضوع لقيت النير كريتيكال باث فعلا زي ما قال الزميل، والكويشن اللي بقول لكم عليه هو ده. تمام؟ What is the duration of the near critical path based on figure H؟ طبعا احنا critical path عندنا هو 44، لكن ال near critical path هيبقى كام؟ هيبقى 43 based on ال diagram اللي قدامنا ده. نيجي للجزئية الثانية. نيجي للجزئية الثانية برضو اللي احنا كان فيه زميل تاني نبهنا ليها، او مش عارف ممكن يكون نفس الزميل. كان عندنا سؤال بخصوص الكراشنج. سؤال بخصوص الكراشنج. اللي هو ده. السؤال كان بيقول if activity P, Q and T are on the critical path. تاني. P, Q and T, P و Q and T هما اللي على الكريتيكال باث. Which activity should be crashed first considering the cost is important. لو بصينا على التيبل اللي قدامنا وقعدنا ناخد بشكل مجرد بغض النظر مين على الكريتيكال باث ومين مش على الكريتيكال باث، هنلاقي ان التاسك تقريبا كانوا مطلعينها اس. تمام؟ هي اقل كوست لليوم، طلعت تقريبا 400 لليوم، لكن الاس اصلا مش على الكريتيكال باث. لكن الاس اصلا مش على الكريتيكال باث، which means ان اي كراشنج انا هعمله في الاس مش هيديني اي سيفنج للتايم على البروجكت ديوريشن. وبالتالي انا محتاج ان انا اعمل كراش لاكتيفيتي تكون موجوده على الكريتيكال بار، يعني بي كيو ان تي. وبالتالي حتى لو اس اقل لهم انا مش هبص لها اصلا، وهبص مين الاقل في بي وكيو ان تي. فلما نيجي نشوف الاجابه فعلا هي تبقى كيو اقل، لان هي اللي بعدها على طول هي 500 في اليوم. تمام؟ ودي كانت الاجابه اللي موجوده ساعتها، بس انا عشان كنت ساعتها تعبت شويه ومش مركز فالموضوع دوت عدى عليا. سامحوني على اي خطا ممكن يكون حصل، ويعني كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنستفيد من بعض. تمام؟ طيب حد عنده اي كونسيرن على الموضوع ده؟ بالظبط يا باشمهندس تامر. بالظبط يا باشمهندس مصطفى. ما رأس السؤال انا قريته لحضرتك يا فندم. if activity B Q and T
احنا ساعتها ما قريناش رأس السؤال. صح، معاك حق، معاك حق. المحاضرة اللي فاتت المهندس انا اتكلمت في النير كريتيكال باث، يعني النير كريتيكال باث هو عبارة عن باث زمنه قريب من زمن الكريتيكال باث، زمنه اقل من زمن الكريتيكال باث بحاجات بسيطة، تمام؟ وبالتالي انا بيكون عندي دايما ريسك، عندي خوف، عندي قلق ان النير كريتيكال باث اي اكتيفيتي من الاكتيفيتيز اللي عليه يحصل فيها انحراف او زياده في التايم. وبالتالي لو كان الكريتيكال باث فور اكزامبل 100 يوم والنير كريتيكال باث 95 يوم وعندي اكتيفيتي مدتها 15 يوم بقت 24 يوم مثلا، ولا بقت 25 يوم، ولا بقت 21 يوم، كده هتخلي النير كريتيكال باث يبقى هو كريتيكال باث. وبالتالي حضرتك لو عايز تحافظ على زمن المشروع ما حصلش فيه اي انحراف، ما بقاش كافي انك تبص بس على الكريتيكال باث اكتيفيتي وتخلي بالك منها وتراقبها، لا بقى مطلوب منك كمان تبص على الاكتيفيتيز اللي موجوده على النير كريتيكال باث، اللي موجوده على النير كريتيكال باث. اوكي، طيب حد عنده كونسيرن تاني ولا نبتدي ان شاء الله؟ طيب التسجيل ان شاء الله تسالوا عليه المهندس احمد سمير يا جماعه، هو اتكلم فيه قبل المحاضره، وممكن ان شاء الله في البريك او بعد المحاضره تسالوه على التسجيل، تمام؟ هو بالمناسبه عشان بس كان العدد قليل ساعتها، المهندس احمد سمير ممكن يكون عنده ضيق في الوقت او عنده ضيق في الريسورسز اللي ممكن يعمل بيها تسجيل، فهو سال اذا كان في حد من الشباب عنده خبره في التسجيل او بيقوم بالفعل بتسجيل المحاضرات هو ممكن ياسس معاه ويقول له ايه هي البروسيجر اللي هو بيمشي بيها وهو يسجلها، لان هو ممكن يكون عنده مشكله في الريسورسز او في التايم. الشكر لحضرتك على نموذج بسيط جدا للشروع، هو هيرتشابتر اضافه كويسه للمحصله العلميه التدريبيه اللي ممكن احصل الاخرى المتوفره مع حضرتك نموذج باقي. باشمهندس عاطف، طبعا الناس، انا الاول بس عايز اسال حد يا جماعه من اللي بعت لي تشارتر ما تردش عليه التشارتر اللي انا عملته؟ حد من اللي عمل التشارتر ما تردش عليه بالتشارتر اللي انا عملته؟ هيقلي كل اللي بعت تشارتر جاله تشارتر مني وشاف المفروض الحاجات تتعمل ازاي، صح؟ باشمهندس احمد حسيني هستأذنك تنسق مع المهندس احمد سميته، معلش هو فعلا محتاج حد يسجل. يا ريت يا جماعه اللي عنده قدره او عايز يتطوع، او يعني معلش احنا كلنا متطوعين والله، يعني انا والمهندس احمد سمير والناس الافاضل اصحاب اكاديميه المتقدرين، الناس كلهم متطوعين، فلو حد منكم عنده دنيا مناسبه ان هو يقدر يسجل يا ريت يتواصل مع المهندس احمد سمير. طيب احنا بنرجع تاني للموضوع بتاع التشارتر، الناس اللي بعتت لي التشارتر انا رديت عليهم. اللي احنا هنعمله ان شاء الله، ودي برضه حاجه يمكن مش موجوده في اي كورس تاني، ان احنا واحنا ماشيين هنعتبر ان هو ده البروجكت بتاعنا وهنطبق عليه كل اللي بناخده، وان شاء الله النهارده او بكره الصبح بالكتير هتنزل لكم اساينمنت جديده هتطلب منكم السكوب ستيتمنت، وهتطلب منكم الريكويرمنتس دوكيومنتيشن والريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس، وهتطلب منكم الورك بريك داون ستراكشر، وهتطلب منكم السكوب ديزلاين، كل الحاجات دي هتبقى موجوده فن. الاساينمنت نزلت على المنتدى، الاساينمنت نزلت على المنتدى. انا بستغرب يا جماعه الناس اللي بتسال بعد اذنكم يا جماعه، يعني اي حد موجود في الكورس ده المفروض يبقى فيه بريودك تشيك على المنتدى، بريودك تشيك على المنتدى، ويبقى فيه دايما متابعه لكل حاجه بينزلها المهندس احمد سمير او انا اللي بنزلها. حضرتك لازم تتابع الجروب ولازم تتابع الايفنت بتاع الكورس، تتابع الجروب اللي المهندس احمد سمير بينزل عليه التنويهات على الفيسبوك، وفي ايفنت للكورس على الفيسبوك، وفي المنتدى اللي موجود جوه الموقع بتاع ملتقى اكاديميه ملتقى الدارين. حضرتك لازم تبقى بتتابع الكلام ده باستمرار، تمام؟ حضرتك لازم تكون بتتابع الكلام ده باستمرار. الناس اللي عمل التشارتر وبعتته اترد عليها بالتشارتر، لو في اي حد ما جالوش يقول لي، لان ممكن يكون في مشكله في الميل او حاجه، لو في حد ما جاء بعت التشارتر وما تردش عليه بالتشارتر يقول لي خلاص الاساينمنت اللي جايه
فندم، ما هو انا بنزل يا فندم يا باشمهندس عاطف، ما هو انا ده اللي بعمله، بس انا بنزلها لك مراحل مع كل جزء من الدين. انا دلوقتي نزلت لك نماذج استرشاديه بالنسبه للشارتر، وهنزل لك تاني نماذج استرشاديه بالنسبه للسكوب ستيتمنت، وبالنسبه للريكويرمنتس دوكيومنتيشن، وبالنسبه للريكويرمنتس تريسابيلتي ميتريكس والورك بريك داون ستراكشر والسكوب ديز لاين. كل ده هنزل نماذج استرشاديه، لان انا ما ينفعش اقول لك كل واحد يروح يجيب النموذج اللي هو عايزه ويشتغل عليه، لازم نوحد النموذج. بيبقى مطلوب بس من حضرتك تشغل دماغك وتبتدي تعمل الحاجه دي فيما يخص البروجكت بتاعنا. وبالمناسبه يا جماعه البروجكت ده مش موجود في حته، البروجكت ده انا اللي عامله. اوكي؟ يعني دي مش حاجه منقوله عشان ما تروحش تدور على اجابه الحاجات دي، ما تروحش تدور على حلول من على النت. وخلي بالك انت لو عملت كده مش انت الوحيد الخسران. فارجوك اشتغل، اللي عايز يعمل كده يشتغل، يعني اللي عايز يتعلم يشتغل. البروجكت ده مش موجود في حته، البروجكت ده معمول مخصوص للكورس ده. دي اسايمنت معموله مخصوص للكورس ده. فارجو ان الناس في اجوبه ابهرتني جدا، وفي اجوبه برضو الناس لسه يعني في حاجات بتقول ان الناس مش فاهمه، وفي ناس مش مهتمه وهي بتعمل التشارتر بصراحه، وفي ناس اهتمت جدا، وفي ناس عامله حاجات، في بعض الناس في 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 بعض الناس عامله نقط مديها حقها اكتر من اديتها حقها في النموذج بتاعي. احنا يعني معانا المهندس مصطفى العشيري عامل نموذج هايل جدا، وفي ناس كتير انا مش عايز بس انسى اسماء، في ناس عامله شغل هايل جدا. تمام؟ ده بالنسبه للتشات، وزي ما قلت لكم انا هنزل لكم الكلام ده، وان شاء الله النهارده هنكون خلصنا كمان حاجات بتاعت التايم، هنزل لكم الحاجات بتاعت التايم عشان يبقى مطلوب منكم انكم تعملوا الاكتيفيتي ليست والاكتيفيتي اتريبيوتس والاكتيفيتي ريسورس استيمتس والاكتيفيتي كوست استيمت وكل الحاجات اللي هي خاصه بالتايم هتعملوها. فده برضه هيبقى شغل هتشتغلوه. فاحنا خلاص بدانا المشروع مع بعض اللي هو بتاع اصلاح ارضيه الجراج ده، وهنكمل بيه لحد الاخر. واضح كده يا جماعه؟ في اي سؤال بخصوص اي حاجه قبل ما ابدا؟ بص يا باشمهندس، فكرة إن أنت تعمل على حسب ما أنا أرسلته أو ما أنت أرسلته، والله لو أنت شايف إنك مستوفي النقط كلها مفيش مشكلة إنك تكمل. إحنا عشان نكمل صح وتبقى عندنا ريفرنس بوينت صح، يفضل إن كلنا نشتغل على الشارتر اللي أنا عملته، عشان لما نلاقي خطأ في الحاجات اللي بعد كده نبقى عارفين إن مصدره جاي من تفكيرك، مش مصدره جاي من إن تفكيرك السابق هو اللي خلاك تعمل كده. خلينا نحط صفر واحد نبتدي منه، خلينا نحط صفر واحد نبتدي منه، وهو ان كلنا هنشتغل على التشارتر اللي انا عملته. حاجه ثانيه بس عايز اوضحها، في الاول وفي الاخر التشارتر دوت مش حاجه نموذجيه اي حاجه ثانيه تبقى غلط، لا. ممكن يبقى في حد ثاني شاف حاجه انا ما شفتهاش، ممكن ابقى انا شايف حاجه حد ثاني ما شافهاش. هل ده يخلي المشروع بايظ؟ لا. بس ممكن كل ما زادت الاعتبارات كل ما كان الامر اداره المشروع جيده، كل ما كانت الامور واضحه، كل ما كانت الريسكات قليله. تمام؟ طيب الناس اللي حابه تبقى تلحق تخش في الموضوع بتاع التطبيق العملي للمشروع من خلال السلسله اللي هنمشي فيها ان شاء الله مع بعض بتاعه الديفنس وازاي نطبق، مفيش مشكله. اللي هيقدر، بس ده تشالنج جامد، انا ان شاء الله هنزل الحاجات دي ممكن النهارده بالليل او بكره الصبح، وهطلب انها تبقى خلصانه على يوم السبت قبل المحاضره، وهطلب انها تبقى خلصانه على يوم السبت قبل المحاضره. فاللي هيقدر يجراب الكلام ده كله ويعمل التشارتر ويعمل السكوب ستيتمنت ويعمل الكلام ده كله المره الجايه مفيش مشكله، هرد عليه برضه بالحاجات دي. اوكي؟ طيب المهندس احمد عبد الغفار، اجابه الاساينمنت بتقول انهي اساينمنت يا باشمهندس؟ انت بتتكلم على التشارتر ولا بتتكلم على الكوز؟ مالكش؟ طيب هستاذنك يا فندم، نفس الميل اللي انت بعت عليه ابعت لي بس كده ريميندر بليز سند مي ذا تشارتر. ريميندر بليز سند مي ذا تشارتر. اوكي؟ يا باشمهندس محمود وجدي، التشارتر اتعمل بعت للناس اللي عملت التشارتر، اللي بذل مجهود اخذ الايه؟ المكافاه. اللي ما بذلش المجهود ما اخدش المكافأة. خلاص؟
ابذل مجهود، انا كمان بذلت مجهود، فانت عايز المجهود اللي انا بذلته ابذل انت كمان مجهود. طيب معلش موضوع الاستشاري بس تعريفه، انا يا ريت نسال في اطار البنيه اللي ماشي فيها، هيبقى فيه وقت او محاضره هفتح لك فيها الاسئله في اي اتجاه. خلينا دلوقتي احنا بنتكلم في نقط محدده، اتكلمنا في التايم، اتكلمنا في الاساين. ما هو انا يا فندم انا عندي، انا مستحيل هقدر اقرا تفصيليا 200 شابتر، انا جالي تقريبا حوالي 45، وانتوا حضراتكم لو كلكم تعملوا انا هيكون عندي تقريبا الشابتر كان فيها 20 بوينت، 200 حوالي 4000، ممكن 4000 4000، انا مستحيل هقدر اكمل الكلام ده. انا بعت لك الفورمال، انت بقى قارن وشوف ايه الصح وايه الغلط. طيب نشوف في حد بيسال external dependency discretionary dependency mandatory dependency. اوكي بص يا باشمهندس، ال discretionary ال mandatory ال mandatory هوقف الشات يا جماعه عشان اعرف اتكلم. هنخلص النقطه دي وهنبدا ان شاء الله. external dependencies و discretionary dependencies و mandatory dependencies. المانداتوري يا جماعه هي عباره عن اعتماد اكتيفيتي على اكتيفيتي، بحيث ان دي ما ينفعش تتم غير بعد دي، او دي ما ينفعش تتم غير بعد دي بيوم او بيومين وهكذا، بس ما ينفعش دي اجباري، ما اقدرش ان انا اتجنبها. زي ما احنا قلنا مثلا ان انا مش هينفع ادي الوش الاولاني بتاع الدهان قبل ما المعجون ينشف، دي كده معتمد على دي. ديسكريشنري دي كده حاجه اوبشنال، انت حاجه عاملها من باب ان انت بتظبط شغلك، لكن يوم ما هتتزنق هتلجا للاعتماديات دي، ممكن تخليها بدل ما تتم بشكل متتابع او متتالي هتخليها تتم بشكل متوازي. external dependencies هي اعتماديه انت معتمد على حاجه من بره المشروع، زي مثلا الشارع بتاعك يترصف عشان انت تعمل الرصيف، انت في جزء المشروع بتاعك انك تعمل رصيف حوالين المبنى، بس ما تقدرش تعمل رصيف غير لما الشارع يترصف، فانت هتستنى لما الشارع يترصف عشان تعمل الرصيف. اوكي طيب الناس يا ريت يا باشمهندس نبدأ عشان نخلص التايم. اوكي يا باشمهندس انا حضرتك زي المحاضره. اوكي لا مش عادي يا باشمهندس محمد عبد محمد عادل عبد العال، لا مش عادي انك تبدا دلوقتي الا اذا كنت شفت المحاضرات اللي فاتت كلها ومستوعبها. في المحاضره الثالثه دلوقتي لازم تكون شفت اللي فات. اوكي خلينا نبدا يا جماعه، احنا هنتكلم النهارده. المره اللي فاتت اتكلمنا يا جماعه عن الكونسبتس، اتكلمنا عن ترمينولوجي، اتكلمنا عن تكنيكس، اتكلمنا عن حاجات كتيره جدا، بس ما اتكلمناش عن ولا بروسس من البروسيسز اللي موجوده في اداره زمن المشروع خالص. تمام، احنا عندنا في اداره زمن المشروع في 7 بروسيسز، في 7 بروسيسز، سته منهم في البلاننج وواحده منهم فين؟ في المونيتنج اند كنترول. السته اللي في البلاننج هم بلان سكيدول مانجمنت، ديفاين اكتيفيتيز، sequence activities, estimate activity resources, estimate activity durations, develop schedule. والبروسيس اللي موجوده في المونيتورنج اند كنترولنج اسمها كنترول سكيدول، اسمها كنترول سكيدول. طيب القصه ببساطه، القصه ببساطه ان انا عايز اعمل ايه يا جماعه؟ انا عايز اطلع السكيدول، عايز اطلع الجدول الزمني للمشروع، عايز اعمله. عشان اعمله قال لك اول حاجه اعمل خطه اداره الجدول. اعمل خطه اداره الجدول وبعدين ديفاين اكتيفيتيز. فاكرين لما كنا بنقول ان الاكتيفيتيز دي عباره عن ان احنا نبتدي نحول الورك باكج اللي عندنا الى مجموعه من الانشطه او المهام اللي لما اعملها ابقى خلصت الورك باكج دي، فانا دلوقتي هديفاين الاكتيفيتيز. طيب طلعت الاكتيفيتيز، قال لك يا سيدي سيكونس اكتيفيتيز، يعني ايه؟ يعني رتب الاكتيفيتيز دي، رتب الاكتيفيتي، خلي الاكتيفيتيز دي بتحصل المفروض ورا بعضها، دي ورا دي ورا دي ورا دي. احنا درسنا ديبندنسز، وعشان خاطر درسنا ديبندنسز دي المفروض اللي هي نستخدمها واحنا بنعمل سيكونس دي. بتبقى عارفين ان انا عندي حاجه مهمه اسمها دهان الخشب، ومهمه ثانيه اسمها تركيب الخشب. طيب يا ترى مين اللي هيتعمل الاول، التركيب ولا الدهان؟ التركيب الاول وبعدين الدهان. فانا كده ببتدي سيكونس الايه؟ الاكتيفيتي. طيب انت ممكن يكون عندك اكتيفيتي من تحت ورك باكج، واكتيفيتي من تحت ورك باكج هي اللي وراها على طول، يعني مش شرط ان الاكتيفيتي بتاعت ورك باكج معينه تبقى كلها ورا بعضها،
لا ده انت ممكن تدخل على ويك باكج تانية خالص، ممكن تدخل على كاتيجوري تانية اصلا. تمام، انت هنا بتعمل جدول الزمني للمشروع مش للورك باكج، تعمل الجدول الزمني للمشروع مش للورك باكج. استيميت، بعد كده بنبتدي نشوف كل اكتيفيتي من الاكتيفيتي اللي احنا طلعناها وبعدين رتبناها، نشوفها محتاجه ريسورسز قد ايه، محتاجه بني ادمين قد ايه. الريسورسز هنا ممكن تبقى بشر، ممكن تبقى الات، ممكن تبقى مواد خام، ممكن تبقى اي حاجه. في النهايه بشوف ايه الريسورسز اللي بتحتاجها كل اكتيفيتي. طيب بعد العمليه دي ابتدي اشوف كل اكتيفيتي محتاجه وقت قد ايه، كل اكتيفيتي محتاجه وقت قد ايه. طيب انا الاكتيفيتي دي بتاخد وقت كذا، الاكتيفيتي اللي بعدها كذا، وهكذا وهكذا. دلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي مجموعه من الاكتيفيتي مترتبين ورا بعض، مترتبين ورا بعض، وعارف كل اكتيفيتي محتاجه ايه من الريسورسز، وعارف كل اكتيفيتي هتاخد وقت قد ايه. تبقى ان انا اعمل ايه بقى؟ تبقى ان انا اقوم عامل الجدول الزمني. طب هتقول لي طب احنا كده هنخلص، ونفترض ان احنا عملناه، احنا رتبنا الاكتيفيتي وحطينا لها الايه؟ التايم وخلاص. اقول لك لا يا فندم، في دلوقتي عندك حاجه اسمها الريسورسز. الريسورسز دي ممكن تبقى شيرد، ممكن تبقى موجوده في اكتر من اكتيفيتي في نفس الوقت. حضرتك المفروض ترتب الدنيا دي بناء على اتاحه الريسورسز، وبناء على الديوريشنز كمان. ممكن دي تبقى بتاخد وقت قد كده، ودي تاخد وقت قد كده، بس في برايورتي معينه لاكتيفيتي عن الثانيه. فالسكيدول هنا هو الثمره بتاعت الجزء بتاعنا هنا بتاع التايم مانجمنت. وانس انك عملت السكيدول فانت عملت الجزء الاكبر من الموضوع. يتبقى بعد كده ان حضرتك تراقب وتتحكم في السكيدول ده. يتبقى ان حضرتك تراقب السكيدول ده وتتحكم في ان هو ما يخرجش عن المسار، ولو خرج يبقى الكلام دوت اندر تشينج كنترول، اندر تشينج كنترول. طيب انا نشوف كده اول بروسيس، او هنا ده مخطط للعمليات بالشكل ده. تمام، ده مخطط للعمليات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب احنا نشوف اول بروسيس. اول بروسيس عندي اللي هي بلان سكيدول مانجمنت، بلان سكيدول مانجمنت، يعني اداره خطه اداره الجدول الزمني، خطه اداره الجدول الزمني. طيب انا عايز اطلع بايه؟ انا عايز اطلع ب سكيدول مانجمنت بلان، عايز اطلع سكيدول مانجمنت بلان، خطه اداره الجدول الزمني. احنا قلنا قبل كده ان احنا لما بندخل على اي حاجه بنعمل لها خطه اداره، وقلنا بخطه الاداره مطلوب مننا نجاوب مجموعه من الاسئله. احنا فين؟ هنروح فين؟ هنستخدم ايه؟ مين هيتعمل مين اللي هينفذ الكلام ده؟ ايه الزمن اللي هننفذ فيه الكلام ده؟ وهكذا. طيب ايه الانبوتس بتاعتي؟ بروجكت مانجمنت بلان، ودي احنا موجوده معانا المفروض من البوست قلت لكم عليها في الانتجريشن. البروجكت تشارتر نفس الكلام جايبينه المره اللي فاتت، واصدقائنا اللي بيفضلوا معانا على طول اي اي اف واو بي اي، اي اي اف واو بي اي. طيب بنبتدي نستخدم اناليتيكال تكنيكس وميتنجز واكسبرت جادجمنت. احنا قلنا الثلاثه دول قبل كده، والثلاثه دول يا جماعه في الاول وفي الاخر برضه برجع واقول انت ما تتخيلش ان اداره المشروع انت بتيجي كده بتقوم ماسك الحاجات دي وتروح جايب التكنيك ده وتقوم مطبقه على الاربعه دول فتقوم مطلع مش عارف ايه. انت بتتعلم التولز والتكنيكس ان جنرال، وانت بتبقى عارف لما تيجي تعمل سكيدول مانجمنت بلان المفروض تحط ايه في اعتبارك. كلمه تحط ايه في اعتبارك دي بتوازي الانبوتس. التولز والتكنيكس ده ممكن تستخدم واحده، ممكن تستخدم اثنين، ممكن تستخدم ثلاثه، ممكن تجيب حاجه رابعه من عندك، ممكن ما تستخدمهمش خالص. الاول وفي الاخر انا يهمني اللي يبقى عندك ايه؟ سكيدول مانجمنت بلان، يبقى عندك سكيدول مانجمنت بلان. تمام؟ طيب احنا عندنا البروسيس اللي بعدها اللي هي ديفاين اكتيفيتيز. ديفاين اكتيفيتيز لو تفتكروا احنا كنا بنقولها عباره عن ان احنا نديفاين سبيسيفيك اكشنز تو بي بيرفورمد تو برودوس ذا بروجكت ديليفربلز. تمام؟ احنا محتاجين نعرف كل الاكشنز اللي احنا المفروض نقوم بيها عشان ننتج في النهايه البروجكت ديليفربل. البروجكت ديليفربل دي عشان تحصل هنعمل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. دي كلها اسمها اكتيفيتيز. طيب تعالى نشوف ايه الديفاين اكتيفيتيز بروسيس.
ديفاين اكتيفيتيز بروسس، انا عايز اطلع من هنا بحاجه اسمها اكتيفيتي ليست. اكتيفيتي ليست اللي هي قائمه المهام، قائمه المهام. اكتيفيتي اتريبيوتس هي عباره عن بعض الخصائص او المواصفات الخاصه بالاكتيفيتي. يعني انا في الاكتيفيتي ليست بقول انا اسم الاكتيفيتي دي ايه ووصفها ايه، وممكن اقول رقمها. لكن في الاكتيفيتي اتريبيوتس ببتدي اتكلم بقى عن كل ما يخص الاكتيفيتي دي، مين اللي مسؤول عنها، مين اللي قبلها، مين اللي بعدها، مين اللي مش عارف ايه. فانا هنا بتكلم عن مجموعه من صفات وخصائص كل اكتيفيتي، ده في الاكتيفيتي اتريبيوتس. مايلستون ليست، مايلستون ليست هي قائمه الاحداث الرئيسيه. لو تذكروا في البروجكت تشارتر اللي عملناه هو كان طالب منك الاحداث الرئيسيه، which means ان مش مطلوب ندخل in details، لا احنا مطلوب نقول يوم كذا هنكون خلصنا كذا، يوم كذا هنكون خلصنا كذا. فالاحداث الرئيسيه او المعالم الرئيسيه اللي انت المفروض تمر بيها انت برضو بتقوم حاططها عندك هنا. طيب ايه الانبوتس بتاعتي؟ سكيدول مانجمنت بلان اللي انا لسه مطلعها، سكوب ديز لاين اللي انا طلعتها في السكوب مانجمنت وطلعتها اصلا من البروسيس بتاعت، طلعت الورك بريك داون ستراكشر وبعدين عملت الورك بريك داون ستراكشر ديكشناري وبعدين رحت ضايف عليهم ابروف سكوب ستيتمنت، الثلاثه مع بعض كونوا لي سكوب ديز لاين. سكوب ديز لاين ده بقى داخل معايا يعني، وبرده اصدقائي اللي موجودين معايا على طول الاي اي اف والاو بي اي، الاي اي اف والاو بي اي. طيب ايه التولز اللي انا هستخدمها عشان اقدر اطلع الاكتيفيتي ليست والاكتيفيتي اتريبيوت والمايلستونز في ضوء المعلومات المتوفره عندي اللي هي سكيدول مانجمنت بلان وسكوب بلان اي اف او بي؟ قال لك اول حاجه بستخدمها هي الديكومبوزيشن. الديكومبوزيشن هي التفكيك والتكسير، وده احنا اتكلمنا عليه برضو قبل كده وكنا بنستخدمه لحد ما وصلنا للليفل بتاع الورك باكج. دلوقتي بنستخدمه مع الورك باكج عشان نوصل للليفل بتاع الاكتيفيتي ليست. اوكي؟ طيب رولينج ويف بلاننج هو احد انواع البروجريسيف الابوريشن. رولينج ويف بلاننج بيقول لك ان ببساطه شديده حضرتك بتبقى الحاجات اللي هتعملها قريب بتبقى مخططها بتفاصيل اكتر من الحاجات اللي هتعملها بعد شويه. وبالتالي حضرتك بتبقى دايما تخطيطك للجزء القريب عباره عن تخطيط تفصيلي، بينما تخطيطك للحاجات البعيده المدى شويه ده بيبقى تخطيط على ليفل اعلى مش تفصيلي قوي. هنقول ان ده رولينج ويف بلاننج هو عباره عن احد انواع البروجريسيف او يعتبر طيب من البروجريسيف الابوريشن اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. طيب رولينج ويف بلاننج بستخدمه ازاي هنا في الاكتيفيتيز؟ ان انت ممكن ببساطه يكون عندك امور انت عارف انها هتحصل في القريب العاجل، فانت بتبتدي تطلع الديتيلز اكتيفيتيز بتاعتها، بينما في امور لسه مش موجوده فانت مش هتعملها دلوقتي وهتبتدي تحطها بشكل اجمالي. يعني انت ممكن تكون هتبني 10 مباني، فانت في ال 10 مباني دول هتبنيهم بالتوالي مش بالتوازي، فانت بتبتدي تحط البلاننج بتاع العماره الاولى وسايب الحاجات التفاصيل بتاعت بقيه العمارات كلها لحد ما تتقدم في التخطيط شويه ويكون ظهرت لك تفاصيل من تنفيذ العماره الاولى تقدر تستخدمها في التخطيط للعمارات اللي بعد كده. طيب تمبلتس اللي هي النماذج اللي ممكن يكون منها الاكتيفيتي ليست تمبلت، الاكتيفيتي ليست اتريبيوتس وهكذا، والاكسبرت جادجمنت اللي هي اراء الخبراء. تمام؟ احنا هنا هنتكلم عن الديكومبوزيشن، هو برضه بيتكلم عن الديكومبوزيشن اللي انا حكيت لكم عنه، وده رولينج ويف بلاننج، ودي التمبلتس، ودي الاوتبوتس اللي انا حكيت لكم عليها اللي هي الاكتيفيتي ليست، ودي الاكتيفيتي اتريبيوتس اللي احنا اتكلمنا عليها، المايلستونز برضه اللي احنا قلنا عليها. دي حاجه مهمه. احنا خلصنا اول اثنين بروسس اللي هم كانوا بلان سكيدول مانجمنت، وتاني بروسس اللي هي ديفاين اكتيفيتيز، تاني بروسس اللي هي ديفاين اكتيفيتيز. هندخل على البروسس اللي بعد كده اللي هي سيكونس اكتيفيتي، يعني رتب الايه في الانشطه او المهام اللي عند حضرتك. بنبتدي نعمل الكلام دوت عن طريق تحديد بقى الديبندنسز والريليشنز ما بين الاكتيفيتيز وبعضها. بيقول لك ممكن تحتاج تحط ليد اور لاج ما بين الاكتيفيتيز عشان تقدر تخلي
الاسكيدول بتاعك ايه لسه. احنا هنا عايزين نطلع بايه؟ بروجكت سكيدول نتورك دايجرام. بروجكت سكيدول نتورك دايجرام، النتورك دايجرام اللي رسمناه لما كنا بنبتدي ناخد كان عندنا كده زي اكتيفيتي ليست، وعندنا التاسك او الاكتيفيتي A وB وC وD، وقدام كل واحده مكتوب المده بتاعتها وبتيجي بعد مين. المفروض نكون احنا طلعنا الحاجات دي ومنها نرسم النتورك دايجرام بتاع البروجكت، ومنها نرسم النتورك دايجرام بتاع البروجكت. احنا هنا بنتكلم يا جماعه عن ان احنا عايزين نطلع السكيدول نتورك دايجرام، سكيدول نتورك دايجرام. طيب ايه الانبوتس اللي عندي؟ الانبوتس اللي عندي سكيدول مانجمنت بلان، اكتيفيتي ليست لسه مطلعينها، اكتيفيتي اتريبيوتس، مايل ستون، كل الثلاثه دول مطلعينهم من الباص اللي فاتت، بروجكت سكوب ستيتمنت، وorganizational process asset. project scope statement وorganizational process asset. طيب هنستخدم ايه تكنيكس عشان نقدر نعمل الكلام ده؟ هنستخدم precedence diagramming method. precedence diagramming method اللي احنا اتعلمناها في السيشن اللي فاتت. dependency determination اللي هي برضو الجزء الخاص بتحديد العلاقات ببعضها، FF ولا FS ولا SS ولا اف اف، دي كلها ديبندنس ديترمينيشن. واذا كان هل في ليد او لاج ولا لا، اهو اللي بعدها على طول، هل في ليد او لاج، ابلاينج ليد اند لاج. وعرفنا قبل كده الليد واللاج، وقلنا ليد ده عباره عن ان انا بحاول ان انا ابدا المهمه دي او الاكتيفيتي دي قبل ميعادها بشويه. يعني لو افترضنا ان انا عندي اثنين اكتيفيتي، اكتيفيتي A واكتيفيتي B، واكتيفيتي B المفروض انها تبدا بمجرد ما اكتيفيتي A تخلص، يعني فينش تو ستارت. لو انا جيت وقلت ان فينش تو ستارت بلس 3، فانا هحط لاج مقداره 3 بحيث ان B تبدا بعد A ب 3. لو قلت بقى ان انا هحط ليد مقداره 3، يبقى المفروض اقول اف اس ماينس 3. معناها كده ان بدل ما كانت B هتبدا عند انتهاء A بالظبط، لا دي هتبدا قبل انتهاء A ب 3، 3 ايام، 3 ساعات، ايا كان يعني. اوكي؟ سكيدول نتورك تمبلتس، سكيدول نتورك تمبلتس اللي هي كل النماذج اللي احنا ممكن نستخدمها في رسم النتورك بتاعت جدول الزمن. اللي انت ممكن تعتمد على اي تمبلتس موجوده عندك. تمام؟ طيب تعال نشوف كده برضو ان ديتيلز. تعال نشوف كده ان ديتيلز ايه هي الايه؟ إلى دخلنا في الأنبوتس في حالة النهاردة في تقليد السلايد. Project Schedule Network Diagram اللي احنا عرفناه قبل كده، Alexmatic Displays of the Project Schedule Activities and the Logic Relationships. في حاجة مش مظبوطة، ماشي. Also referred to as dependencies. تمام؟ Logical Relationship also referred as dependencies can be produced manually or by using project management software. ممكن تعمله بإيدك أو ممكن تعمله software. Project documents updates اللي هي هتعمل فيها updates هي الactivity list، الactivity attributes، والrisk register. risk register ده اللي هو الأوتبوت بتاع الباسس اللي اسمها identify risk، وهنبتدي نشوفها إن شاء الله لما نروح للrisk management. يجي للبروسس اللي بعد كده اسمها استيميت اكتيفيتي ريسورسز. استيميت اكتيفيتي ريسورسز. استيميت اكتيفيتي ريسورسز is the process of estimating the type and the quantities of material, people, equipment or supplies required to perform each activity. انا ببتدي امسك كل اكتيفيتي من الاكتيفيتي اللي عندي واقول الاكتيفيتي دي عايزه ايه من الهيومن ريسورسز، عايزه ايه من المعدات، عايزه ايه من المواد الخام، عايزه ايه من اي حاجه. خلاص وابتدي احدد لكل اكتيفيتي ايه هي الريسورسز المطلوبه ليها. خلاص طيب استيميت اكتيفيتي ريسورسز، انا الاوتبوتس اللي عايزها تطلع عندي هي ايه؟
activity resource requirements, resource breakdown structure, the project requirements update. تاني activity resources, activity resource requirements، ايه هي متطلبات كل activity من الموارد اللي احنا لسه قايلين عليها. resource breakdown structure هو زي ال work breakdown structure بس فيما يخص ايه؟ ال resources، فيما يخص ال resources. يعني بيكون عندي برضو كده شكل هيراركي للريسورسز بتاعتي متقسمه حسب الكاتيجوريز بتاعتها حسب التايبس بتاعتها. بروجكت ديكومنتس ابديت، بروجكت ديكومنت ابديت نفس الكلام، بخش اعمل ابديت في البروجكت ديكومنت. طيب ايه هي الانبوتس بتاعتي؟ سكيدول مانجمنت بلان اللي هي موجوده معايا كل مره تقريبا، اكتيفيتي ليست، اكتيفيتي اتريبيوتس، ريسورس كالندر، ريسك ريجستر، واكتيفيتي كوست استيميتس، وبروجكت كوست ستيتمنت، سكوب ستيتمنت، واو بي اي. طيب كل الحاجات اللي عندي هنا معروفه ما عدا ريسورس كالندر، ريسك ريجستر، واكتيفيتي كوست استيميتس. ريسورس كالندر يا جماعه هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن زي تقويم او كالندر خاص بالريسورس، كل ريسورس على حده، كل ريسورس على حده. يعني انا لو عندي بناء، عندي حد بيشتغل في الدهانات، عندي معده حفر، عندي مش عارف ايه، كل ريسورس من الريسورسز دي هعمل له كالندر خاص بيه. طب الكالندر دي بتقول ايه؟ بتقول والله الريسورس ده فاضي امتى ومشغول امتى، والوقت اللي مشغول فيه هو مشغول لحد امتى. يعني هنفترض ان هو مشغول الاسبوع دوت، طب ايه هي الايام اللي مشغول فيها ومن الساعه كام للساعه كام؟ طيب بقيه الايام دي فاضيه. فانا لازم وانا داخل احط لكل اكتيفيتي ريسورس بتاعتها يبقى معايا الريسورس كالندر، وهي الاجنده الخاصه بكل ريسورس من الريسورسز اللي عندي. تمام. الريسك ريجستر وهو سجل المخاطر، سجل المخاطر ده قلنا هو الاوتبوت بتاع العمليه اللي اسمها ايدنتيفاي ريسك، وانا ساعتها بكون حددت ايه هي المخاطر اللي هتكون موجوده عندي. طبعا لازم يكون موجود معايا هنا ريسك ريجستر. ليه؟ لان انا عندي قدرتي او نجاحي في ان انا احط ريسورس صح لكل اكتيفيتي يتطلب علمي بالريسك اللي ممكن يحيط بالاكتيفيتي دي. الاكتيفيتي دي ممكن يحيط بيها ريسك ما. انا النهارده دلوقتي وانا شغال، افرض اللودر ده وهو بيحفر القتل اتكسر، طب انا المفروض ابقى عارف الحته دي عشان وانا بخطط للكلام ده زمنيا احط الريسورسز المناسبه. هل هحط ريسورس بديل؟ هل هعمل الكلام ده كله؟ انا برضو لازم اكون شايف الكلام ده. اكتيفيتي كوست استيميتس هي عباره عن تقدير التكلفه لكل اكتيفيتي، ودي بتبقى عباره عن اوتبوت للبروسيس اللي اسمها استيميت اكتيفيتي كوست او استيميت كوست، ودي موجوده في النولج اريا اللي جايه اللي هندرسها. يعني دي اوتبوت بتاع بروسيس اسمها استيميت كوست. خلاص. وبالتالي الحاجات الانبوتس اللي موجوده عندي دي، وانا برجعكم تاني كل شويه ان احنا ده مش السيكونس ولا الترتيب اللي احنا بننفذ بيه الدنيا، ودايما تبقوا حاطين في بالكم ان كل واحد بيبتدي يمشي على الترتيب بتاعه لحد الترتيب اللي يناسب المشروع بتاعه، ومش شرط يوصل للترتيب ده الصح او الامثل من المره الاولى. هو بيجرب يمشي بترتيب معين وبعدين تراي اند ايرور يبتدي يكتشف ان الافضل كان بدا بكذا، مره في الثانيه في الثالثه بيبتدي يوصل لسيكونس بروسيسز هو ده الافضل بالنسبه له. ومع ذلك مفيش ابدا حاجه هتلاقي ان انت لو مشيت على ترتيب زمني هتلاقي ان دايما كل الانبوتس بتاعتك متاحه. طيب نيجي هنا للفكره بتاعت البروجريس الالابوريشن، بتاعت الايتريشن، بتاعت ان انا كل شويه بكرر الكلام ده. ده كونسبت لازم تبقوا فاهمينه. السكيدول نفسه اللي انا بعمله بتاع البروجكت ما بيتعملش على مره واحده، بيتعمل على كذا مره، وبنقعد نغير ونحسن فيه كل شويه بيست على الانفورميشن اللي بتجيلي، وبيست على المستجدات اللي بتحصل، وبيست على بعض الحاجات اللي بكون نفذتها وممكن تكون قبل كده ما كانتش رياليستيك انف، بقت رياليستيك اكتر. طيب ببتدي استخدم هنا حاجه، ببتدي استخدم هنا تولز. ايه بقى؟ expert judgment، expert judgment، alternative analysis،
published estimating data bottom up estimating project management software. طيب الاكسبر جادجمنت عارفينها، والالترناتيف اناليسيس برضه استخدمناها قبل كده، واحنا قلنا بنقعد نحلل ايه البدايل. يعني مثلا انا احفر مثلا لما نيجي نتكلم عن مشروع حفر قناه السويس، بغض النظر بقى مش هندخل في اي حاجه ثانيه، بس هنتكلم عن مشروع حفر قناه السويس، هل كان الافضل يعني احنا دلوقتي نعتبر احنا بنخطط ليه، الافضل نشتري المعدات دي على اعتبار ان هي هتشتغل فتره كبيره ولا ناجرها؟ ده الترنتيف وده الترنتيف تاني. فلو هنشتريها ده ليه تكلفه وليه ريسورسز، ولو هنأجرها ليه تكلفه وريسورسز ثانيه. فالمفروض ساعتها انا ادرس الخيره واشوف تكلفه الشراء ايه وتكلفه الايجار ايه. انا عايز الحاجه دي 70 يوم، طيب لو اجرتها 70 يوم اليوم بعامل 10,000 يبقى ب 700,000. طب المعده كلها بكام؟ المعده كلها بمليون. طب انا لما اجي ابيعها بعد كده، سوري، المعده كلها بمليون، انا لما اجي ابيعها بعد كده هبيعها بنص مليون، لا يبقى انا اشتريها احسن وهي كده هتكلفني 500,000 انستيد اوف 700,000. لو عدد الايام قل ممكن الاقي ان الايجار ارخص. تمام؟ طيب دي اسمها الالترناتيفز اناليسيس. وبعدين عندنا published estimating data. ايه published estimating data؟ الشركات واحيانا كمان الاتحادات الخاصه بصناعه معينه او بمجال معين بتبتدي تنشر ارقام خاصه في الاستيميتنج. الارقام دي بتبقى نتيجه خبرات وتجارب. يعني مثلا ممكن تنشر لك انتاجيه الفرد فيما يخص الدهانات في اليوم المفروض من مثلا 50 متر ل 60 متر. المفروض ان جالون الزيت يكفي مساحه مثلا 40 متر. المفروض ان الرمله اللي استخدمها في بناء دور ما تزيدش عن مش عارف كام متر مكعب، وهكذا. دي بتبقى published estimating data موجوده بعض الشركات الكبيره بتنشرها، بعض الاتحادات بتنشرها، وهكذا. حتى اعتقد ان الناس اللي شغاله في مجال الكونستراكشن بيكون في حاجه عندهم بتصدر بشكل دوري، لان طبعا الكوست استيميشن في موضوع الكونستراكشن ما بيحصلش ان انا بروح اقول ان هبني البرج ده باكس او بواي، انا بقول انا هبنيه بالكوست بلاك كذا مثلا. انا الكوست دي طلعت 100 مليون، فانا ممكن اشتغل في مشروع 6 سنين، ايه اللي يضمن لي ثبات الاسعار؟ انا ما اضمنش ثبات الاسعار. ففي الحاله اللي زي دي بنبتدي نتفق على ببلش استيميتنج داتا نرتضيها ما بين الشركه اللي هي او الجهه اللي هي طالبه للمشروع او الاستشاري او الكلام ده كله، وبين الجهه المنفذه، ان احنا كل شهر هنعتمد على البيانات المنشوره من كذا كذا كذا. خلاص؟ وبالتالي انت دايما بتحتاج الببلش استيميتنج داتا. بوتوم اب استيميشن هو هنا بيكلمك عن ايه؟ بيكلمك عن ان انت حضرتك لما عملت الورك بريكدان ستراكشر انت ممكن تبقى عارف الورك باكج هتتكلف ايه او الريسورسز بتاعتها ايه او اللي فوقها كمان، بس في بعض الاحيان ما بتكونش قادر توصل لده، وبتضطر تنزل للليفل بتاع الاكتيفيتيز عشان تعرف كل اكتيفيتي ايه الريسورسز بتاعتها اكزاكتلي، ومنها تعرف الورك باكج هتتكلف ايه، ومنها تعرف الديليفربول بتتكلف ايه. بدل ما تبقى عارف الديليفربول بتتكلف ايه ومنها الورك باكج بتتكلف ايه. خلاص؟ وبالتالي ده اسمه بوتوم اب استيميشن، يعني من تحت لفوق. انا اعمل استيميشن من تحت لفوق، ما ببقاش عارف الورك باكج غير لما اعمل الاكتيفيتي. البروجكت مانجمنت سوفت وير طبعا عندنا بريميفيرا وعندنا مايكروسوفت بروجكت، واي سوفت وير اي بروجكت مانجمنت سوفت وير ممكن تكون الشركه بتعتمد عليه، مش شرط ده ولا ده اصلا. خلاص؟ فدي كلها الانبوتس والاوتبوتس بتاعت ال اسمها ايه دي؟ سوري استميت اكتيفيتي ريسورسز. سامحوني يا جماعه برضو معلش، يعني ما زال في شويه تعب بس النهارده، ارجو انكم تعذروني، ممكن ما اكونش بالفول انرجي بتاعت كل مره. دلوقتي احنا هي الحاجات اللي هي اكسبرت جادجمنت الترناتيفز اناليسيس ببلش استيميتنج داتا وان سو اون، دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. دلوقتي ادي الاوتبوتس برضو اللي هي الاكتيفيتي ريسورس ريكويرمنتس
بنحدد الـ types and the quantities of resource required for each activity in a work package. Work breakdown structure. Resource breakdown structure. The resource breakdown structure is a hierarchical structure of identified resources by resource category and the resource type. Project document updates. نعمل updates to the activity list, the activity attributes, we resource calendar. تمام؟ وده example قدامنا على the resource breakdown structure. زي ما انتم شايفين كده، مش عارف ممكن تكون الصورة صغيرة عندكم، أتمنى إن هي تكون يعني واضحة. عندي فوق project resources، نازل منها materials, people, equipment. materials, people, equipment. وخدنا people for example عشان نبتدي نعمل لها breakdown. طلعنا منها project management، people مسؤولين عن project management، people مسؤولين عن marketing، people مسؤولين عن purchasing، وبعدين technical و construction. وخدنا التكنيكال عملنا له برضه بريك داون. طلعنا من التكنيكال الكتريكال انجينيرنج، ميكانيكال انجينيرنج، بيلدينج انجينيرنج. وتحت الميكانيكال انجينيرنج في انجينيرز وفي ديزاينرز. وخدنا الانجينيرز كمان عملنا لها بريك داون، طلعنا سينيور انجينير وجونيور انجينير. تمام؟ ده يعتبر اكزامبل للبريك داون تدوت للريسورس بريك داون ستراكشر. دلوقتي هنتكلم في الاكتيفيتي اللي اسمها نتكلم في البروسيس اللي اسمها استيميت اكتيفيتي ديوريشنز. يعني عايزين نطلع وقت او زمن تنفيذ كل مهمه او كل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز اللي عندنا. خلاص؟ يقول لك is a process of approximating the number of work periods needed to complete individual activities with estimated resources. هو عبارة عن إن إحنا نطلع الوقت اللي هتحتاجه كل activity عشان تكون خلصت في إطار الـ resources اللي أنا طلعتها في الـ process اللي قبل كده. The input for the estimates of activity duration originates from the person or group on the project team who is most familiar with the nature of the work in the specific activity. يعني الزمن ده بنحصل عليه او بنقدر ان احنا نحصل على الاستيميشن بتاعه من الشخص او المجموعه اللي عندهم خبره وفاميليار بطبيعه الشغل في الاكتيفيتي دي. بيقول لك ان معظم السوفت وير اللي موجود دلوقتي بيقدر ان هو يعمل الكلام ده عن طريق ان انت تديه الكالندر بتاع الريسورس والكالندر بتاع البروجكت ويبتدي يعرف الالترنتيف وايه اللي متاح لكل الاكتيفيتي اللي محتاجاها كل ريسورس ويبتدي هو يطلع لك الديوريشن. شوف البروسيس بتاعت استميت اكتيفيتي ديوريشن. احنا عايزين نطلع بايه؟ هنا activity duration estimates activity duration estimates والأوتبوت التاني ان هو نعمل update لل project document نعمل update لل project document. طيب ايه الانبوتس اللي عندي؟ schedule management plan activity list activity attributes activity resource requirements resource breakdown structure resource calendars Project Scope Statement, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process. الريسورس كالندر يا جماعه عشان برضه تبقوا عارفين هي أدت للبروسيس اللي اسمها Acquire Team. دي موجوده في الهيومن ريسورسز مانجمنت. في بروسيس اسمها Acquire Team. أحد الأوتبوتس بتاعتها هي ريسورس كالندر. ريسورس كالندر يفترض إن هي تكون يعني ممكن اكون بتكلم عن بني ادم، ممكن اكون بتكلم عن ادمن، ممكن اكون بتكلم عن اي حاجه. الحاجه دي ممكن تكون متاحه 100% على طول، وممكن تكون ليها اوقات اتاحه معينه. اللي هيحدد لي اوقات الاتاحه دي هي الكالندر. خلاص؟ طبعا الانبوتس هنا كلها بالنسبه لنا فاميليار، مفيش فيها مشكله. والاوتبوتس زي ما احنا قلنا عايزين اكتيفيتي ديوريشن استيميت، يعني عايزين من الاخر كده لسته يبقى فيها الاكتيفيتي وقدامها المده بتاعتها.
طيب هنستخدم شوية تكنيكس بقى في القصة دي. تكنيك اسمه اكسبرت جادجمنت، وده عارفينه قبل كده. تكنيك تاني اسمه انالوجس استيميتنج، تكنيك تالت اسمه بارامتريك استيميتنج، كي بوينت استيميت، ريزيرف اناليسيز، وجروب ديسيشن ميكنج تكنيك. تعالوا نشوف التولز اند تكنيكس دي عبارة عن ايه. اكسبرت جادجمنت احنا عارفين، تمام، وهو رأي الخبراء. ببساطة بتروح تقول له الاكتيفيتي دي رأيك تتنفذ في قد ايه؟ امتحان الأوضة ده هياخد وقت قد ايه؟ وهكذا. ده اكسبرت جادجمنت. انت طبعا الاكسبرت في الحالة دي هو النقاش او عامل الدهان. انالوجس استيميتنج، انت بتبتدي تبص على مشاريع سابقة وتشوف الاكتيفيتي دي في المشروع اللي قبل كده كان الوقت بتاعها ايه، وفي ضوء الكلام ده تبتدي تحط الوقت المناسب ليك. ريزيرف اناليسيس هي تحليل الاحتياطيات، وقد يكون عندك طوارئ متوقعه او قد تخشى الطوارئ، او بتبقى دايما عايز تحط لنفسك بعض الاحتياطات، فبتبتدي تعمل اناليسيس. انا محتاج احط احتياطيات فين؟ محتاج اعمل حساب وقت احتياطي فين وفين وفين، تمام؟ عندنا بعد كده بارامتريك نيشن، بتستخدم طرق احصائيه عشان تقدر انك تجيب الكلام ده. ممكن بقى يبقى بتشوف مثلا بعض الطرق اللي مستخدمه في الاحصاء، كان عندي قراءات قبل كده كتير، كان عندي استميت قبل كده كتير، اخد اي واحده منهم. في عندنا كمان الثري بوينت استميتس، والثري بوينت استميتس دي بتبقى عباره عن انك كل اكتيفيتي من الاكتيفيتيز اللي عند حضرتك يكون ليها ثلاثه استميتس، يكون ليها ثلاثه استميتس. واحد اوبتمستيك، وده معناها ان ده المفروض يكون اقل زمن اللي هو المتفائل جدا. واحد بسمستك، ده المفروض يكون اعلى زمن اللي هي الورست كيس، وده المتشائم جدا. وفي حاجه تانية اسمها موست لايكلي. موست لايكلي يعني نسبه كبيره، ده الافريج، الافريج بتاع التاسك دي او الاكتيفيتي دي ايه بالظبط. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك عشان معلش هي السته دي رايحه بعيد، المفروض السته دي هنا، ستة دي كده ايه؟ هنا تحت الكلام ده. بس واضح ان احنا واحنا بنعمل فورماتنج حركنا دي وما حركناش دي. طيب يقول لك خد ديوريشن او الاستيميت واحد اوبتيمستيك، واحد بسمستيك، واربعه موست لايكلي، واجمعهم على بعض واقسمهم على سته. دي طريقه من طرق الاستيميشن يا جماعه. يعني انا عايز اعرف اخد ايه؟ فاطبق الايه؟ الايكويشن. طيب الايكويشن دي هدفها ايه؟ هدفها ان هي تنكلود كل الظروف، يعني ما تتجاهلش الورست كيس، ولا كمان تتجاهل البيست كيس، ولا تعتمد فقط على الموست لايكلي. فقال لك طيب هو لو احنا افترضنا ان في احتمال ان ست، لو قلنا ان احنا عندنا ست حالات حصل فيهم التنفيذ بالاكتيفيتي دي، فممكن اربع اكتيفيتي، اربع مرات منهم يبقى الـ الحاجات دي هي النورمال، والحاجات الاود تبقى بتمثل الجزء اللي هو بسمستك من هنا واوبتمستك من هنا. خلاص؟ which means ان انت مقسم اصلا الدنيا عندك لسته، يعني الاحتمالات بتاعت ان انت عندك 15 او 17% لكل واحده من دول، بدون الدخول في تفاصيل حسابيه والدنيا دي. انت عشان تجيب التايم بتطبق الايكويشن دي، انا شخصيا ما عداش عليا كويشن في الحته دي. واللي ممكن تريحه الطريقه دي في الاستيميشن يستخدمها، هي طريقه مش صعبه، بس تحصل على الموست لايكلي والاوبتمستيك والبسمستيك من البيانات التاريخيه او من الناس اللي انت بتسالهم او من اي مصدر من المصادر. يعني ممكن اكسبرت جادجمنت، انت سالت سته، رحت سالت سته اشخاص دي بتعمل في وقت قد ايه؟ واحد ادالك وقت قليل خالص، واحد ادالك وقت عالي خالص، واربعه قريبين من بعض. في الحاله اللي زي دي الموست لايكلي هم اللي هم الاربعه قريبين من بعض، والمتشائم ده اللي هو البسمتك، والمتفائل اللي هو الايه؟ الاوبتمستك. خلاص؟ طيب ايه كمان؟
قال لك انت كالكوليشن بتاع بيرت ان انت عايز تحسب بقى الستاندرد ديفيشن والفارينس. طبعا الكلام دوت لو في ناس نون انجينيرز هيكون بالنسبه لهم الكلام ده كومبليكيتد شويه، بس هو في الاول وفي الاخر مش يعني مش مطلوب منك تبقى عارفه بشكل يقيني يعني، لا هو الموضوع ببساطه ان حضرتك بس تبقى فاهم ده عباره عن ايه. طيب في حاجه اسمها ستاندرد ديفيشن وحاجه اسمها فاريانس. الناس اللي درست احصاء هتبقى عارفه الكلام ده كويس. ستاندرد ديفيشن اللي هو السيجما ده هيساوي البي اللي هي البسمستيك ناقص الاو اللي هي الاوبتمستيك على 6 على 6. الفاريانس اللي هو التباين، ستاندرد ديفيشن بالعربي الانحراف المعياري عشان الناس اللي درست احصاء بالعربي، والفاريانس اللي هو التباين هو عباره عن مربع الستاندرد ديفيشن، هو عباره عن مربع الستاندرد ديفيشن. طيب المعدات اللي بنستخدمها في ايه يا باشمهندس؟ والله لو حضرتك حابب تستخدم اي تكنيك من التكنيكس اللي هي كالكوليشن فيها، محتاج بقى تمشي تشوف الستاندرد ديفيشن وتشوف الفارينس وتشوف ازاي الفارينس بقى ياثر عليك. انت عندك هنا لو تفتكر في اللي فاتت كنا بنقول ايه؟ بيرت دي اختصار لاربع كلمات انا مش متذكرهم دلوقتي، بس اولهم تقريبا بروجرامنج حاجه زي كده. ده تكنيك انت بتستخدمه عشان تقدر توصل لاستيميت ونسبه للمشروع. طبعا المشروع والكومبلكسيتي بتاعته والضخامه بتاعته هي اللي ممكن تدخلك في حاجات زي كده، لكن في مشاريع بسيطه انت مش محتاج تستخدم فيها التكنيكس او التولز الكومبلكيتد دي. انت جاست انك انت والله يا اما انت راجل اكسبرت في الموضوع وعارف الديوريشن قد ايه بالظبط، يا اما هتسال حد والحد هيدي لك وانت هتبقى عندك دايما رينج وهتمشي بيه. لكن لو المشروع بتاعك كومبليكيتد وهتبتدي تستخدم بقى الحاجات دي، برضه في الاول وفي الاخر اللي عنده مشروع كومبليكيتد ما بيعملش الكلام ده بدماغه، ده بيبقى سوفت وير بيبتدي يتغذى بمجموعه من البيانات وهو اللي بيعمل له الكلام ده. طيب عندي ايه تاني؟ نيجي بقى للاهم، اهم بروسس عندي هي ديفلوب سكيل. انا هي دي الاوتكم الاساسي من التايم مانجمنت. انا عايز اطلع بالديفلوب سكيل، لو وصلت لمرحله الديفلوب سكيل فانا عملت اكثر من 50% من الشغل، هيتبقى بعد كده المونيتور والكنترول. فانا مطلوب مني استخدم كل اللي اتعلمته وكل اللي عرفته عشان في النهايه اطلع جدول زمني. عشان في النهايه اطلع جدول زمني. قال لك ديفلوب سكيدول از ا بروسيس اوف انالايزنج اكتيفيتي سيكونسز ديوريشن ريسورس ريكويرمنتس اند سكيدول كونسترينتس تو كرييت ذا بروجكت سكيدول تو كرييت ذا بروجكت سكيدول. الديفلوبمنت بتاع البروجكت سكيدول مش عمليه تتعمل مره واحده يا جماعه. يعني ديفلوبمنت ان اكسبتبل project schedule is often an iterative process. يعني ايه iterative process؟ يعني عمليه بيتم تكرارها كل شويه، وتعتبر من العمليات الكور بتاع اي مشروع. يعني من العمليات الاساسيه بتاع اي مشروع، اي مشروع من اهم الناس اللي تلاقيها شغاله فيه هي الناس اللي شغاله على الجدول الزمني. يعني الجدول الزمني في الاول وفي الاخر بيترجم لفلوس، بيترجم لان لو زاد عن الحد ممكن يبقى فيه غرامات، ممكن يبقى فيه تكلفه معدات بتتاجر اكتر من اللازم، تكلفه اجور اكتر من اللازم وهكذا. وبالتالي الديفلوب سكيدول والجزء بتاع السكيدول والكوست والسكوب دول من اهم الحاجات في المشروع، يليهم الريسك او يعني يبقى معاهم يعني اهم اربعه اللي هم السكوب والسكيدول والكوست و ريسك. خلاص في ما شاء الله عندي يعني 6 اوتبوت و8 تولز اند تكنيكس و13 حاجه كده، حاجه فخيمه يعني، حاجه زي الفل يعني. طبعا انتوا دلوقتي قاعدين بتشوفوا وتقولوا يا نهار اسود احنا هنحفظ ده كله ازاي؟ بص زي ما قلت لك حاول تكون عندك سكيم، حاول تكون عندك لوجيك، حاول تكون عندك سيكونس كده تمشي بيه الدنيا، تفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. تمام؟ طيب انا عايز اطلع بايه؟
الثمره الكبيره قوي الاساسيه بتاعتي عندي هي بتاعت التسكيدول، وبعدين سكيدول ديزاين اللي هو هيبقى الابروف سكيدول، وسكيدول ديتا هنقولها دلوقتي اللي هي عباره عن ايه؟ البروجكت كالندر. البروجكت كالندر اللي هي ممكن اللي هي التقويم او الاجنده بتاعت المشروع. تقول لي طب ايه الفرق ما بين السكيدول والكالندر؟ اقول لك السكيدول انت بتتكلم عن جدول زمني من البوينت اوف فيو بتاع المشروع، هيبدا امتى، هيخلص امتى، هيمر بايه، وهكذا. بروجكت كالندر ان انت عندك كل يوم هيحصل فيه ايه؟ تاني انا عن البروجكت سكيدول هو انا بتكلم ادي يا سيدي ادي مسار المشروع، ادي الازمنه، ادي الاكتيفيتيز، ادي الدنيا دي. فببتدي اشوف الاكتيفيتي دي بتحصل امتى وفين وكام ومده قد ايه. بينما في الكالندر اليوم الفلاني بيحصل فيه ايه؟ انا عندي الاساس هنا الايام، انا عندي الاساس هنا ايام، اسابيع، شهور، زي ما انت مقسمها بقى. يعني انت ممكن يبقى الموضوع بالنسبه لك ان الكالندر عباره عن 12 شهر، مش مهم بتحصل يوم ايه، بس المهم بتحصل في انهي شهر، او اسبوعيا او يوميا. خلاص. بروجكت مانجمنت بلان ابديت، تعمل ابديت فين؟ في البروجكت مانجمنت بلان، لان انت بتبقى طلعت مايل ستون رئيسيه جدا عندك في المشروع، الا وهي السكيدول بتاع المشروع. البروجكت ديكومنت ابديت، تعمل ابديت في البروجكت ديكومنت. سكيدول داتا اللي هي برضو عشان برضو عارفين هي الداتا المتعلقه بالسكيدول، سواء كانت اكتيفيتي، سواء كانت كونسترين، سواء كانت اي حاجه ممكن تكون ريليتد بالسكيدول. طيب تعالى نشوف الاندكس بتاعتنا ايه. سكيدول مانجمنت بلان معروف، بروجكت سكيدول نتورك دياجرامز طلعناها، اكتيفيتي ليست طلعناها، اكتيفيتي اتريبيوتس طلعناها، اكتيفيتي ريسورس ريكويرمنتس برضو طلعناها، اكتيفيتي ديوريشن استيميتس طلعناها، ريسورس بريك داون ستراكشر طلعناها، ريسورس كالندرز طلعناها، بروجكت سكوب ستيتمنت طلعناها، اي اي اف طلعناها، او بي اي طلعناها، ريسك ريجستر مطلعينه، بروجكت ستاف اساينمنت. بروجكت ستاف اساينمنت دي برضو احد الاوتبوتس اللي بتطلع من احد البروسيسز اللي في الهيومن ريسورسز مانجمنت. هيومن ريسورسز مانجمنت وانت هنا بتكون معاك قائمه بالستاف اللي معمول له اساينمنت على البروجكت ده، قائمه بالستاف اللي معمول له اساينمنت على البروجكت ده، وبتبقى جايبها منين؟ الهيومن ريسورسز اساينمنت. انت هنا عايز تبقى عارف مين معاك ومكلف بايه، مين معاك ومكلف بايه. طيب نيجي للتولز اند تكنيكس. سكيدول نتورك اناليسيس، سكيدول نتورك اناليسيس اللي احنا اتعلمناها بقى اللي هي الايرلي فينش والايرلي ستارت والليت فينش والليت ستارت والحاجات دي كلها. كريتيكال باث ميثود احنا برضو اتعلمنا الكريتيكال باث ميثود، هي برضو جزء من الايرلي ستارت والايرلي فينش والحاجات دي كلها، وقلنا اتكلمنا ان احنا عندنا كريتيكال باث ومين كريتيكال باث، وبتبتدي تمشي مع الاكتيفيتيز لحد ما تلاقي اطول مسار، ويبقى المسار الطويل ده هو الكريتيكال باث، وهو في نفس الوقت ثمن المشروع. في حاجه كمان اسمها كريتيكال تشين ميثود. كريتيكال تشين ميثود احنا في كريتيكال باث ميثود كنا بنرتب وكنا بنمشي في الدنيا دي بيست على الاكتيفيتي دي مين بعد مين والديوريشن بتاعها ايه، ونبتدي نمشي المسارات بتاعتنا عادي خالص. بس كان البرايورتي او البيس بتاعنا اللي بنرتب عليه الدنيا دي هي الاكتيفيتيز والديوريشن بتاعتها. كريتيكال تشين ميثود بتبتدي تعمل نفس الشغل بتاع الكريتيكال باث ميثود، ولكن بيس على الافيلابيلتي بتاعت الريسورس. هل الريسورس دوت متاح هنا في الوقت ده؟ يعني مثلا انا بعمل عمليات هي بطبيعتها بتتعمل بالتوازي، تمام؟ لكن اكتشفت ان انا عندي ليميتد ريسورس هيكون مستخدم هنا وهنا، وبالتالي انا مش هينفع ان انا اعمل الاثنين في نفس الوقت. هيبتدي اقعد اغير في المسارات واحط الاكتيفيتي دي قبل الاكتيفيتي دي او دي بعد دي لحد ما اوصل الى كريتيكال تشين ميثود، او هوصل لزمن مشروع او سكيدول موجود عندي معتمد على الجزء اللي انا كنت عملته في الكريتيكال باث، وكمان الجزء بتاع الريسورس اللي هو الكريتيكال تشين ميثود، تمام؟ وبالتالي هو ده اناليسيز انا بعمله او طريقه انا بتبعها عشان اراعي الريسورس اللي ممكن تكون نوت افيلابل في كل التاسكات اللي ممكن تكون بتتنفذ ان بارلل، تمام؟ ريسورس ليفلنج. ريسورس ليفلنج، طب تعالوا خلينا نشوف كده حتى كمان الايه؟
التعكس تلمع الموضوع. خلينا بس فاكرين ان احنا عندنا هنا وات اف سيناريو، هقول لكم وات اف سيناريو اناليسيس. طيب خلينا ماشيين هنا كده. الاستديو متريك اناليسيس زي ما احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي كل الحاجات اللي شرحناها في الاستديو متريك ديجرام. طيب كريتيكال تشين ميثود قال لك استديو متريك اناليسيس ذات نوتيفايز ذا بروجكت سكيدول تو اكونت فور ليميتد ريسورسز. بحط في حساباتي بقى بعد ما كنت حاطط في الاول عادي، يعني انا وانا بعمل الكلام ده كله اللي فات كنت بقول ايه؟ بقول والله دي ماشيه بعد دي بعد دي، لان هو مش معتمد عليها في حاجه. قشطه جدا. ولما جيت اقول كمان الريسورسز، حطيت الريسورسز اللي بحتاجها كل اكتيفيتي بغض النظر اذا كان الريسورس اللي هيعمل الحاجات دي واحد ولا لا. يعني انا قلت والله انا عايز هنا حد دهان الاوضه الاولانيه عايز نقاش، دهان الاوضه الثانيه عايز نقاش، دهان الاوضه الثالثه عايز نقاش. طبعا ثلاث نقاشين يبقى المهمه دي هتشتغل امبارح. طيب افرض المهمه دي، افرض ان انا ما عنديش غير نقاش واحد، انا ما عنديش غير نقاش واحد، يبقى المفروض ان ما يحصلش الثلاثه دول امبارح، هيبتدوا يحصلوا سيكونشال، وبالتالي ده هيأثر على السكيدول عندي. وفي الحاله دي هبقى انا اتبعت الكريتيكال تشين ميثود. تمام. طيب ابلايد افتر كريتيكال باث از ايدنتيفايد، يعني بعد ما تعمل كريتيكال باث تبتدي تشوف بقى الريسورس افيلابيلتي، ديسبنتد اند ريسورس ليميتد سكيدول ريزلت ان ديترماين، ذا ريزلتنج سكيدول اوفن هاز ان الترد كريتيكال باث. نفس اللي انا قلته لك دلوقتي. طيب ايه تاني؟ ريسورس ليفلنج. ريسورس ليفلنج سكيدول نتورك اناليسيس تكنيك ان ويتش سكيدولينج سيشنز ار دريفن باي ريسورس كونسترينت اند ابلايد تو سكيدول موديل ذات هاز اوريدي بين انالايزد باي ذا كريتيكال باث. الريسورس ليفلنج يا جماعه ان انا ممكن يكون عندي معده، تمام، معده مطلوبه في اكتر من اكتيفيتي، عندي معده مطلوبه في اكتر من اكتيفيتي. طيب هي مطلوبه في الاكتيفيتي دي اليومين دول، ومطلوبه في الاكتيفيتي دي برضه نفس اليومين، ومطلوبه في الاكتيفيتي الثالثه في نفس اليومين. طيب انا المفروض اعمل ايه بقى؟ ليفلنج، يعني ابتدي اقسمها على الاكتيفيتي، ابتدي اعمل ايه الاكتيفيتي دي يوم واديها للاكتيفيتي اللي بعدها يوم واللي بعدها يوم، او اعملها هنا يومين وهنا يومين وهنا يومين، او اخليها تخلص الاكتيفيتي دي خالص وبعدين تخش الاكتيفيتي دي والاكتيفيتي دي. اللي انا بعمله ده اسمه ليفلنج، وهو توزيع الريسورسز ما بين الاكتيفيتي بيست على احتياج الاكتيفيتي، وبيست على اتاحه الريسورسز، وبيست على كل حاجه موجوده عندي في البروجكت. ابلاينج ليدز اند لاجز، ابلاينج ليدز اند لاجز، تمام. واحنا طبعا شرحنا الليدز واللاجز وقلنا نبتدي نحطهم بيست على اللي احنا ممكن نبقى شايفينه في الديبندنسز بتاعت كل اكتيفيتي والاخرى. سكيدولينج تول، وات ايفر بقى السكيدولينج تول اللي انت بتستخدمها، نتورك دايجرام، كونفجريشن، اي حاجه انت تقدر تعتمد عليها في السكيدولينج استخدمها. خلاص. الاوتبوتس بروجكت سكيدول، بروجكت سكيدول بيكونتين مايل ستون تشارتس، بيكونتين بار تشارتس، بيكونتين بروجكت سكيدول نتورك دايجرامز. دي كلها هتبقى اوتبوتس موجوده عندي في البروجكت سكيدول. بيقول لك as a minimum لازم ينكلود a planned start and planned finish date for each activity. The project schedule may be presented in summary form, sometimes referred to as master schedule or presented in detail. يعني الشكل اللي هيطلع فيه بالنهايه الاسكيدول ده مش ملزم انت بشكل معين، حضرتك برضه بتطلع الشكل، بتطلع الاسكيدول بالشكل اللي انت شايفه. بس من اشهر الاشكال اللي احنا هنشوفها اللي هي بتاعت الجانت شارت او البار شارت هنشوفها دلوقتي. تعال نشوف كده، ده جانت شارت، ده مجرد اكزامبل، ده مجرد اكزامبل. انا عندي اهي تاسك A وتاسك B تاسك C تاسك B، تمام. تاسك A وB بيبدأوا الاثنين في جون، تمام، بينما تاسك A بتنتهي في جولاي ولكن تاسك B مكملة لحد أوجست. تاسك C بتبتدي في جولاي، تمام، وتنتهي في النص ما بين سبتمبر واكتوبر. تاسك دي تبتدي في سبتمبر وتنتهي في النص ما بين اكتوبر ونوفمبر. ده اكزامبل للجانت شارت. جانت شارت ده احد انواع التشارتس اللي انا بستخدمها المشهوره قوي في اداره المشروعات، انك تستخدم الشارت بالشكل ده، حيث ده بيكون
محطوط عليه الاكتيفيتيز، وهنا محطوط عليه الايه؟ التايم بتاعه. طيب بروجكت سكيدول مايل ستون شارت، ادي المايل ستون شارت يا جماعه. طبعا يعني انا عارف ان الشكل ممكن يكون مش واضح بالنسبه لكم قوي، بس ان شاء الله برضه بعض الماتيريال او ممكن تشوفوه كمان في البنبوك، هتلاقوا قدامكم هنا ان انت بتمسك كل مايل ستون تحطه هنا تحت ايفنت، المكان اللي انا بشاور هنا بنحط المايل ستونز، هنا بنحط المايل ستونز، وهنا بتكون عندي الايه؟ الشهور بتاعتي او المدد بتاعتي ايا كانت، وباجي عند كل مايل ستون واحط ايه؟ علامه عند الوقت اللي المفروض هتخلص فيه. يعني احنا عندنا هنا زي مثلا تسليم الخرسانه هي الاساسات، هيبقى هنا تسليم مش عارف الدور الاول هنا، وهكذا، دي كلها مايل ستونز. طيب سكيدول بيز لاين قال لك ايه؟ It is the accepted and approved version of the schedule of the project schedule. Schedule data for the project includes at least the schedule milestones, schedule activities, activity attributes, and documentation of all identified assumptions and constraints. Project document updates اللي هي activity resource requirements, activity attributes, وcalendar وrisk register. عندنا بعد كده كنترول سكيدول، كنترول سكيدول دي البروسيس الاخير. انا هنا عايز اتحكم في الجدول الزمني، عايزه ما يضربش مني، عايز الوقت ما يضربش مني. قال لك determining the current status of the project schedule، يعني البروجكت سكيدول اللي انا شغال عليه انا ماشي معاه تمام ولا انا معديه ولا ايه اللي حاصل؟ فبشوف الستاتس. influencing the factors that create schedule changes، ابتدي اشوف ايه العوامل اللي ممكن تعمل لي تشينج في السكيدول واتحكم فيها. Determining that the schedule has changed، واذا حصل تشينج وانا ما كنتش عارفه اعرفه، يعني لو حصل اي تشينج في السكيدول، انا مثلا المفروض دلوقتي المهمه دي تحصل قبل دي وتكون خلصت اليوم الثالث، جيت اليوم الثالث لقيت ما خلصتش، ولقيت المهمه اللي بعدها حصلت ما حصلتش، ادي تشينج حصل. ما ينفعش يعدي عليك، ما ينفعش ما تاخدش بالك منه، ما ينفعش يتوه في النص، لازم تشوفه، لازم تعرفه. Managing the actual changes when and as they occur، اي ما يحصل اي تشينج وقتيا تعرفه وتقدر تتحكم فيه. طيب ايه بقى اللي عندي؟ عندي في الاربس work performance information، work performance انفورميشن، هتلاقوا دايما بيقابلها في الانبوت ورك بيرفورمانس داتا. يعني احنا شرحنا قبل كده ان الداتا ورك بيرفورمانس داتا هي مجرد بيانات مجرده ليست ذات دلاله، وانت ان انا عملت لها اناليسيس بطلع بالورك بيرفورمانس ايه؟ انفورميشن. اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس ابديت، ليه؟ لان حضرتك المفروض بعد ما بتكون عملت كنترول على السكيدول بيطلع عندك ممكن ليرنينج ليسنز، ممكن يطلع عندك حاجات تروح تابديت بيها الاو بي اي او تشينج ريكوستس. انت والله حصل عندك حاجه اضطريتك انك تعمل تشينج ريكوست، وبتعمل ابديت في البروجكت مانجمنت بلان، وبتعمل ابديت في البروجكت ديكومنت، وبتعمل سكيدول فوركاست. سكيدول فوركاست دي هنشوفها ان شاء الله في الكاست المره الجايه، وهنتعلم هي ماشيه ازاي. طيب بروجكت مانجمنت بلان للانبوتس، بروجكت مانجمنت بلان وورك بيرفورمانس داتا، project calendar, schedule data, VOBA. VOBA. طيب التولز والتكنيكس اللي موجوده عندي performance reviews, variance analysis, resource optimization technique, modeling technique, project management software, resource leveling, what if scenario analysis, adjusting leads and lags, schedule compression, rescheduling tools. طبعا هنا في تولز كتيره جدا، لو دخلنا في كل حاجه منها يعني ممكن يبقى عندنا حاجات كتيره احنا هندخل برضو في بعضها، وزي ما قلت لكم التولز والتكنيكس دي مش يعني عمليا انت مش لازم تستخدمها كلها، وعلى مستوى الامتحان النظري انت تكون عارفها، بس في تولز منها ما بتكونش يعني محل سؤالين. خلينا نشوف الحاجات اللي عندنا. تمام، performance reviews. Performance reviews measure, compare, and analyze schedule performance such as actual start and finish dates, descent,
complete and remaining duration for work in progress. مطلوب هنا ايه؟ مطلوب من هنا حضرتك تقيم الاداء، اداء البني دي مش التاسك دي او الاكتيفيتي دي مخطط ليها، ان هي بتعمل في 3 ايام وتبدا في اليوم الخامس وتخلص في اليوم الثامن. هل هو ده فعلا اللي حصل ولا في اي ديفيشن على الكلام ده؟ فحضرتك بتعمل ريفيو للبرفورمانس. تمام؟ طيب فاريانس اناليسيس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، ولو نشوف توتال فلويد اتكلمنا في الفاريانس بشكل عام. دي انت بتبتدي تشوف الفلويد اللي موجود عندك في البروجكت، هيحصل في اي شيفتنج لاي تاسك، اي تاسك هتخرج عن المخطط لها. طب لو خرجت في فلويد يسمح بالكلام دوت ولا لا؟ وهكذا. بروجكت مانجمنت سوفت وير، يعني اي سوفت وير بقى من السوفت ويرز اللي اتكلمنا عليها. ريسورس ليفلنج، اتكلمنا عن السورس ليفلنج. وات اف سيناريو اناليسيس، وات اف سيناريو اناليسيس دي اللي هي عباره عن ان انت بتقعد تمشي مع كل مسار، لو مشينا مع المسار ده ايه اللي يحصل، لو مشينا مع المسار ده ايه اللي يحصل، طب افرض حصل كذا، طب افرض مش عارف ايه. دي كلها اناليسيس خاصه بوات اف سيناريو اناليسيس. ادجاستنج ليد اند لاج، لو عندك في الليد اند لاج حاجه محتاجه تتعدل او تحط ليد جديد او تحط لاج جديد او تغيرهم، بتبتدي تعمل الكلام ده في الكنترول برضه. سكيدول كومبريشن، احنا اتكلمنا عن تكنيكس بتاعت السكيدول كومبريشن زي فاست تراكنج ولا كراشنج. تمام؟ دي التكنيكس استخدمناها في السكيدول كومبريشن، وحضرتك ممكن تستخدمها هنا. سكيدولنج تول، اي برضو اي اداه تقدر حضرتك عن طريقها ان انت تعمل الجدول الزمني، سواء كان سوفت وير او حاجه من نوع. كده احنا خلصنا الجزء ده. انا هفتح الشات دلوقتي للاسئله، هكون معاكم يعني على ان شاء الله لو قادر. طيب نبتدي كده من الاول. خلاص اكستند كلاس عملناها. تمام ماشي. فرح نوصل للفاست تراكنج. يا باشمهندس احنا قلنا قبل كده في الفاست تراكنج انا ببتدي الجا للديسكريشنال ديبندنسي. باشمهندس معايا ابو بكر. الجا للديسكريشنال ديبندنسي. ابتدي اشوف ايه اللي انا كنت بعمله بشكل متوالي وينفع يتعمل بشكل متوالي، وابتدي اعمل فاست تراكنج. تمام؟ ببساطه تحويل المهام او الاكتيفيتي اللي كانت معموله بشكل متوالي ولكن كانت الديبندنسز بتاعت الديسكريشن يعني اختياريه مش اجباريه، وابتدي انفذها بشكل متوالي. فاست اكتيفيتي الثانيه ندخل فقط فورست اكتيفيتي كوميتمنت فقط للكوميت اكتيفيتي ريسورسز، ومش مدخل لاي بروسس شوب تايم ممكن يضاع. طيب هو باشمهندس عادل صح؟ باشمهندس عادل مش نصار. بص يا باشمهندس، انا في الريسورسز، انا في التايم بشكل عام كل الحاجات متعلقه بالزمن ما عدا الريسورسز متعلقه بالماتيريال او بالموارد اللي بتستخدمها الاكتيفيتي دي. فانا عندي الكوست هنا يهمني في ريسورسز، لكن ما يهمنيش مثلا في ديفاين اكتيفيتي، ما يهمنيش في سيكونس اكتيفيتي، ما يهمنيش في الديوريشن، يهمني في استيميت اكتيفيتي ريسورسز، لان انا في المرحله دي عايز اعرف ايه هي الموارد اللي ممكن يكون منها موارد ماليه. انا عايز فلوس عشان اقدر مال، انا عايز فلوس عشان اشتري ماتيريال، انا عايز مش عارف ايه وهكذا. فالكوست اكتيفيتي استيميت مهمه في البروسيس بتاعت التنين اكتيفيتي ريسورسز. وبعد كده انا ما بحتاجهاش مثلا في السكيدول ديفلوبمنت. ليه؟ لان هي خلاص بتبقى دخلت حطت الامباكت بتاعها في الاستيميت اكتيفيتي ريسورسز. تمام؟ طيب لو انا عندي كريتيكال باث نسبه 500 نشاط، هفضل احكي التتابع والنجز الزمنيه بتاع كل انشطه ولا في طريقه اسهل؟ ما احنا قلنا يا باشمهندس عاطف ان احنا في سوفت وير بتعمل لنا الكلام ده دلوقتي، بس احنا محتاجين نبقى فاهمين السوفت وير ده بيفكر ازاي، بيشتغل ازاي، ان يعني يكون عندنا كلنا كومن اندرستاندنج للموضوع عشان نقدر نعدل على السوفت وير ونقدر نفهم اللي السوفت وير ده عامله. انت ممكن يكون عندك مش 500، ممكن يكون عندك 5000، ممكن يكون عندك 10000. دي مشاريع رهيبه، يعني مثلا تخيل انت مشروع برج خليفه ده كان فيه كام اكتيفيتي مثلا؟ يعني كان فيه عدد مهول. بس الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها ان حضرتك بتبقى فاهم الكونسبت ماشي ازاي، بتطبقه على سكيل صغير، ولما السكيل بيكبر بتستعين بسوفت وير
يقوم لك بالمهمه دي. حفظ كتير، هو مش حفظ بس، حضرتك اقراهم مرتين ثلاثه هتلاقي بعض اللوجيك بقى موجود عندك والحفظ هيقل كتير. The mail still list is mentioned and defined in the charter. How come it is added to define activities? Okay. Why activity cost estimate is an input to estimate activity resources? First, extend three-point estimate. اه طيب دي كانت اسئله مهندس محمود شوقي مهندس محمود شوقي. اول سؤال المايل ستون اللي احنا بنتكلم عليه، الفرق ما بين المايل ستون بتاع البروجكت اتسلف والمايل ستون بتاع ممكن يبقى خاص بالديليفربل نفسها. انا هنا بتكلم عن الديليفربل، بتكلم عن الورك باكج، بتكلم على سكيل او ديتيل اكتر تفصيلا من اللي انا اتكلمت عليها. مايل ستون بتاعت التشارتر المفروض ان هي ممكن مثلا لو مشروع مدته 6 سنين او مشروع مدته 2 سنين مثلا، فانت بتتكلم عن مايل ستونز ممكن تكون كلها 10 مايل ستونز على مدار السنتين، اللهم ان كل شهرين 3 مايل ستون. بس بنظر ان انت وصلت الليفل بتاع الاكتيفيتي، فانت بتبتدي تطلع مايل ستونز جديده within او بين المايل ستونز دي. تمام؟ واي اكتيفيتي كوست استيميت از ان اند تو استيميت اكتيفيتي، يعني انا مش فاهم واي يعني ايه. انا قلت دلوقتي من شويه ان انا محتاج اعرف الريسورسز اللي بتستخدمها او اللي بتحتاجها كل اكتيفيتي، اللي ممكن تكون هيومن ريسورسز، فاينانشال ريسورسز، اكوبمنت ريسورسز، كل دي ريسورسز، فانا محتاج اعرف ده. غير السيم 3 بوينت استيميت، 3 بوينت استيميت دي احد الطرق اللي بتستخدم في الديفيرتي فيها حاجات ثانيه. تمام؟ الله يسلمك يا باشمهندس احمد حميد، الله يسلمك، الصوت بيقطع، اتمنى ما يكونش بيقطع عند الكل، هو ان شاء الله مش بيقطع عند الكل، حاول تشيك عندك الانترنت كونكشن. مهندس ايهاب جزاك الله خيرا يا باشمهندس ايهاب، ممكن نبتدي ننزل المحاضره؟ حاضر يا جماعه والله ننزل المحاضره، بس سامحوني انا كنت تعبان فعلا، يعني انا نزلت تعبان بس، فان شاء الله وانس احنا يعني ربنا يعافيني كده هنرجع ناخد البيك بتاعنا وهنبقى زي الفل قوي ان شاء الله. شفاك الله وعافاك، شكرا. اكتيفيتي اتريبيوتس جريدز، طيب اكتيفيتي اتريبيوتس يا باشمهندس هي عباره عن ان انا الاكتيفيتي اللي عندي ممكن اكون عندي اسم الاكتيفيتي اوصفها، يعني انت عشان تنفذ دهان، يعني مثلا انا بقول ادهن الغرفه بالمعجون او باي حاجه، خلاص؟ طيب انا بعد كده في الاكتيفيتي بقول ايه بقى؟ بقول كل الحاجات اللي تتعلق بالاكتيفيتي اللي اسمها من الغرفه دي. بقول الاكتيفيتي دي مين اللي هيعملها؟ مين المسؤول عنها؟ بقول الاكتيفيتي دي بعد انهي اكتيفيتي وقبل انهي اكتيفيتي؟ انا ان شاء الله هنزل لكم اكتيفيتي اتريبيوتس تمبلت، يعني انا هنزل لكم تمبلت تقدروا تشتغلوا عليه. هنزل لكم تمبلت اكتيفيتي اتريبيوتس تقدروا تشتغلوا عليه. طيب مهندس علي يقول انا مهندس استشاري والمشروع متاخر، ازاي اقدر استخدم البي ام بي؟ طيب بص المشروع اوريدي متاخر، حضرتك عملته اصلا بالبي ام بي، ما انت مش هينفع ما تكونش فكرت بنفس الكونسبت وتيجي تتدخل بكونسبت ما كنتش فكرت بكونسبت مختلف وما خططتش بالطريقه دي اصلا وتيجي دلوقتي تقول كده. كل اللي انا اقدر انصحك بيه في الحاله اللي زي دي ان حضرتك تشوف اللي جاي وتفكر فيه بالبي ام بي، يعني انت تشوف اللي جاي اللي فاضل ايه، زي مثلا انت دلوقتي في نص المشروع او ربع المشروع ايا كان، خلاص العدد ده هنبقى عارفينه وهنستفيد منه وهنتعلم منه وهنبقى عارفينه، بس اعتبر ان المشروع بتاعك بيبدا من دلوقتي، ابتدي خطط للازمنه بتاعتك اللي جايه بالكونسبت بتاع البي ام بي بس. كنت بتتكلم كده تمام، التايم كانت ممتاز. ايه الاسئله؟ ايه يا جماعه انتوا بتبقوا مخزنين والله. ممتاز. اوكي خلاص انا في الشات عشان ايه ناخد الاسئله. طيب شرح الورك اوثرايزيشن سيستم. الورك اوثرايزيشن سيستم، انت كل مؤسسه بيكون عندها سيستم او نظام او اجراءات متعارف عليها عشان يحصل نوع من انواع منح الاوثرايزيشن او منح الصلاحيات لحاجات معينه. تمام؟ حاجات دي ممكن تبقى اجراءات او شغل جوه البروجكت، او ممكن يكونوا اشخاص بيبتدوا يحصلوا على الاوثرايزيشن ده. الاوثرايزيشن سيستم هو النظام المعمول به او المتبع في الكمباني
ان هي بتوترايز الشغل وبتوترايز الناس اللي بتعمل الشغل. خلاص اللي ما عملش ميثاق المشروع مش عارف يكمل باقي الشغل، والله انا مش عارف اقول لك ايه. يعني انت لو لسه ما عملتش الميثاق اكيد هتواجه مشكله في انك تعمل الباقي، بس عايز تعمل الميثاق وتكمل الباب مفتوح، محدش قال لا. انا من وجهه نظري ان عشان يعني السؤال بس ما تفهمش غلط، مش بقول اللي ما عملش مش هتعرف تعمل، لا انا بقول لو فضلت ما عملتش الميثاق ممكن ما تعرفش تعمل، لكن عايز تعمل وتكمل اتس اوكي، بس هو كله هيتراكم عليك. الناس اللي عملت الميثاق هتبتدي تفكر من بكره في الحاجات اللي بعد كده، حضرتك هتبتدي تعمل الميثاق وتفكر في الحاجات التانية، فالحمل عليك زياده بس، لكن اشتغل عادي. تيجي المتر التمبلت مش موجود في البند بتاعنا في كتابه الانشطه. تيجي المتر التمبلت عمليه اللي هي سلسله الانشطه اللي هي سيكون. طيب ثانيه واحده، معاك حق يا باشمهندس، هي دي كانت موجودة من البند 4، وسوري إن هي لسه موجودة، معلش. هو ده الفرق ما بين البند 4 والبند 5، فعلا مفيش يا جماعة سكيدول ماتر في تمبلتس. أنا هموديفاي أصلا الفايل دوت والفايل التاني، هنزله لكم تاني لو كان في أي أخطاء ذكاء تعالى إن شاء الله عشان تشتغلوا على فايل صح. طيب أظن الموضوع مش محتاج حفظ، فيه كونسبت وبتحاول ترتب الأفكار لو فهمت الفكرة العامة للإدارة وطبقتها على مشروع النهائي، صح الكلام ده؟ طبعا صح يا باشمهندس. نسبة الحفظ قليلة، يعني نسبة الحفظ قليلة زي ما بالظبط كده. أنت المفروض في أول تتعلم جدول الضرب بيطلب منك تحفظه، بعد شوية ما بيبقاش الموضوع بالنسبة لك حفظ قد ما فهمت الدنيا ماشية إزاي، فبتبتدي تستنتج الكلام ده. لا، الديفرنس بتوين ليفلنج أند الوكيشن. الوكيشن هو التخصيص، الليفلنج هو التوزيع، تمام؟ بحيث إن أنت ممكن يكون الريسورس ده متخصص للثلاثه اكتيفيتي دول، تمام مفيش مشكله. في الليفلنج بتبتدي تقول كل اكتيفيتي تاخد من الريسورس ده في وات ليفل تقدر تستخدم الريسورس، تمام؟ توزيع وتقسيم. نيجي نسيب بدل ما شاء الله بس حضرتك في 51 تحت الدراسه تنتهي بنبدا تماما بالتخطيط والطلاء، او بعدها تتابع ايام ل 50% اخرى علشان ما نعملش فتح وغلق لاجزاء الدراسه اكثر من مره. طيب وعايز عشان يقول بالنسبه لفكره بدء المشروع، هو بس حضرتك في ملاحظه ان 50% بتاعت الدراسه تنتهي بنبلها تماما التخطيط والطلاق، وبعدها تتابع ان 50% اخرى. ده سؤال ولا ملاحظه ولا انا مش فاهم. لا دلوقتي يا ريت تنهي الجمله بانك عايز تقول ايه او ايه السؤال، انا ما فهمتش. مش يعني ده سؤال ولا اعتراض ولا على معلومة. كان بيسأل على كلمة التريبيوس، أعتقد إنها نفس فكرة الويب بريك داون ستراكشر ديكشناري، نقدر نقول إنه بيقوم بدور الويب بريك داون ستراكشر ديكشناري في الكون. يعني هي طبعا الشكل ده أوي بالظبط، ولكن قريبة فعلا منها. عشان تقول لك إن لما نيجي في آخر خلاص في آخر بروسيس كنترول. طيب هو هنا استخدم الإي إف بتاعنا في الاستيميشن، تمام؟ لكن في الكنترول اللي بيحكمه في القصه دي البروسيس اللي هي البروسيجر الاجراءات المعنويه اللي هو ممكن يحتاجها في عمليه الكنترول، هل هو محتاج تندل او تشينج ريكوست موجود اوريدي عندهم ولا لا؟ لازم نتابع يا جماعه عشان الاي اف هي حاجه ممكن تبقى ايجابيه ممكن تبقى سلبيه، حاجه ممكن تبقى من بره المؤسسه او من جوه المؤسسه. فانت في الكنترول بتبقى خلاص عملت الاسكيدول، كل اللي انت جاي شوفوا انك تتحكم في الاسئله، لكن انت دايما بتحتاج الاي اف بشكل اساسي قوي في البلاننج، لان انت بتحتاج تعرف الحاجات دي عشان تخطط في بقعه، لكن وانت بتتحكم الحاجات دي بالنسبه لك ثوابت، انت مش هتبقى محتاج تعرفها بشكل او يعني انت مش هيبقى ليها امباكت عليك وانت بتعمل كنترول. طيب هل كل مثال يعتبر مايل ستون توريد المواد طلب استلام الاعمال الاختبارات على الاعمال الاجتماعات الشهريه والاسبوعيه؟ يعني مايل ستون دي كلها مايل ستون، بس لو افترضنا الاجتماعات الشهريه الاسبوعيه دي انا مش شايف ان هي مايل ستون في المشروع، هي في النهايه اجراء انت بتعمله كاداره مشروع او كفريق مشروع فريق اداره مشروع عشان تعمل كوميونيكيشن مع الناس. يعني ممكن يبقى مايل ستون في الكوميونيكيشن مانجيري كوميونيكيشن مانجمنت يعني، لكن هو هنا كبروجكت ما اعتقدش ان ممكن تبقى مايل ستون. طيب هاو كان ميجر ذا بيرفورمنس اوف ذا بلان؟
What is the resource need to measure the performance of the plan؟ هل تقصد الـ performance بتاع الـ plan اللي هي الـ schedule management plan ولا الـ performance بتاع الـ schedule حد ذاته؟ لو بتقصد الـ performance بتاع الـ schedule فاحنا هنتعلمه في الـ knowledge area اللي جايه اللي اسمها cost management، project cost management. لو كنت تقصد الـ performance of the management plan فانت في الـ management plan بتحدد انت هتعمل ايه وبتبتدي تحول الحاجات اللي انت بتجيبها دي تبقى جزء من البلان بعد كده، وبالتالي الميجرمنت بتاع السكيدول بيسمع في البلان. تمام؟ مش فاهم يعني ايه خطه اداره الجدول الزمني لو تكرمت لو في اكزامبل. بص يا فندم، خطه اداره الجدول الزمني حضرتك بتقول انت هتستخدم انهي تكنيكس في مثلا لو انت عندك انهي تول هتستخدمها وفي تولز معينه انت مش هتستخدمها، في تول انا هستخدم كذا وكذا. ايه هي الحاجات اللي انت تعتمد عليها في تنفيذ الخطه بتاعتك؟ مين اللي هيعمل كده؟ مين اللي هيجيب لي الاستيميتس بتاعت الديوريشن؟ مين اللي هيجيب لي الاستيميتس بتاعت الريسورسز؟ اعتمد على انهي اشخاص؟ اعتمد على انهي ناس؟ فبتبتدي تحط لنفسك خطه انت ناوي ان شاء الله تعمل السكيدول ازاي؟ فهمتني؟ ناوي تعمل السكيدول ازاي؟ ناوي تكلم مين؟ تحصل على معلومات من مين؟ مين اللي هيدي لك المعلومات القانونية؟ مين اللي هيجيب لك كذا؟ انت كل اللي حضرتك بتبقى محتاج تحطه في الخطة زي ما قلنا قبل كده، مين احنا عندنا حاجات عايزين نعملها، عايزين نشوف هتحصل امتى، ازاي، عن طريق مين، وهكذا. فانت هنا بتخطط للسكيدول نفسه، السكيدول ده بتبقى الخطة بتاعت بيبقى يعني السكيدول ده بيبقى جدول زي تخطيط للمشروع نفسه. انت بقى بتخطط للسكيدول، تعمل ازاي السكيدول وازاي تتحكم فيه. الخطه بتاعتك بتقول هعمل ازاي السكيدول وازاي هتحكم فيه. نفتح الشات تاني يا جماعه. الشات مفتوح. طب نقفل ونبتدي الاسئله دي. المهندس عاطف بيقول قصدي في وثيقه بدء المشروع، هل من الافضل انهاء كل الانشطه الخاصه بنصف البرج والتسليم للجهات المعنيه اولا ثم البدء في النصف الاخر بدلا من انهاء نشاط معين لكل مساحه ثم نشاط اخر وهكذا؟ السؤال اللي انت بتساله ده اوت اوف كورس، يعني ده مش اجابته مش موجوده في اداره المشروعات، يعني مفيش حاجه في اداره المشروعات تقول لك الافضل تعمل ايه ما تعملش ايه، الموضوع هنا بيرجع للاكسبيرينس في التنفيذ النوع ده من الاعمال. وبالتالي مفيش اجابه ستاندرد اقدر اقولها لك. اه ده احسن ولا ده احسن، يعني مفيش حاجه في اداره المشروعات بتقول الافضل تعمل كده او ما تعملش كده. خلاص الموضوع كله بيرتبط بالمشروع اتسلف، حضرتك الاكسبيرينس بتاعتك ايه، الليرنينج ليسنز بتقول ايه، وهكذا. مفيش حاجه ستاندرد اقدر اجاوبك بيها. اني سوفت وير ميك اوتوماتيك الوكيشن فور مان باور ريسورسز؟ اه يعني في بريمافيرا بيعمل الكلام ده، وفي برضه المايكروسوفت بروجكت بشكل ما بيعمله، بس طبعا بريمافيرا اقوى بكتير. المهندس محمود شوقي ألف سلامة عليك، ربنا يخليك يا باشمهندس، شكرا ليك جدا. الفرق بين الريسورس ليفلنج والريسورس موسم. طيب الريسورس ليفلنج هو اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية. الريسورس موسمنج ان انت بتبتدي تتكلم، يعني انت هنا الريسورس ليفلنج انت عايز تبتدي تظبط الاكتيفيتي في ضوء الريسورسز اللي عندك. تمام؟ بيبقى منظور هنا منظور اكتيفيتي شويه. الريسورس اثموسنج انت بتبتدي تظبط الريسورس نفسه اللي انت تحقق له هو الدرجه من درجات التشغيل اللي هي تبقى ماشيه معاه هو. مثلا ممكن الريسورس ده يشتغل 100% بس ده هيأفكت عليه. فحضرتك تبتدي تعمل اثموسنج للريسورس ده عشان ما يحصلش اي اوفرلود على الريسورس ده. في المهندس محمد احمد ابراهيم، خطه اداره الجدول الزمني، هو الصوت كان بيقطع فانا يعني لو عدتها تاني هبقى بضيع وقت تاني زياده، بس اعتقد في التسجيل مش هتلاقي الصوت بيقطع، يعني لو الصوت قطع يعني هيبقى الصوت بيقطع في كله يعني. طيب الشات اتفتح يا جماعه، اتفضل نقفل يا جماعه كده ونشوف الاسئله دي. المهندس معاذ
يوصل خارج محاضرة اليوم. بالنسبة للتشارتر اللي اشتغلنا عليه بخصوص التكلفة اللي بتتحدد في التشارتر، هل من المفترض أحط نسبة التكلفة اللي هي 70% وهي اللي تم تحديدها من إدارة الشركة، أم قيمة العقد بالكامل في حالة وضعت القيمة القصوى اللي تم تحديدها يمكن الشركة المالكة معرفة مدير الأعمال بهذه الطريقة؟ طبعا في ناس أخطأت، ده كان خطأ عند ناس كتير، إن هي حطت ال 500,000 في التكلفة، وده غلط. حضرتك ما بتشتغلش على قيمة العقد اللي أخدته الشركة شامل الربح، حضرتك بتشتغل على التكلفة اللي الشركة اتفقت عليها. حضرتك بتشتغل على التكلفة اللي الشركة حددتها لك، وبالتالي فكرة إن أنت تحط ال 500,000 في بند التكلفة ده كان غلط. المفروض بتحط ال 70% اللي هي بتمثل 350,000 من ال 500,000. خلاص؟ وفي الحاله اللي زي دي حضرتك كمدير مشروع انت يعني طبعا الحته اللي انا هقولها دي بتتصادم بطريقه شغل بعض الشركات، بس هو الطبيعي الطبيعي ان حضرتك كمدير مشروع مالكش دعوه بالربح، لك دعوه بالتكلفه بس. انت مش مطلوب منك تحقق ربح، حضرتك مطلوب منك تحقق القيود بتاع المشروع، ما تخرجش عن القيود بتاع المشروع وتفضل محافظ عليها وذن التكلفه اللي هي احد قيود المشروع. المهندس معاذ اليوم اشتغل في المشروع وانا مدير المشروع بالشركه المنفذه، الشركه المالكه للمشروع مكلفه مدير مشروع، فهل مدير المشروع بتاع الشركه المالكه يعتبر ستيك هولدر لينا ايضا؟ طبعا اساسا مدير المشروع المكلف من الشركه المالكه هو بيدير المشروع من منظور الشركه المالكه، يعني هو شغلته هنا يدير الموردين اللي هم حضرتك اللي هو في الحاله اللي زي دي المقاولين يعني او يعني ايا كان المسمى. تمام؟ حضرتك مدير مشروع من منظور الشركه بتاعت المقاولات اللي واخده المشروع تنفذه. هو بالنسبه لك ستيك هولدر، طبعا هو بالنسبه لك ستيك هولدر، ممكن نعتبره ممثل المالك. تمام؟ بيقولوا عليه كده احيانا كلاينت ريبريزنتيف. تمام؟ هو ممكن يبقى ممثل المالك، فهو ده بالنسبه لك حد بيشرف على المشروع بيشوفه بيتابعه وهكذا، يبقى طبعا ستيك هولدر عنده. عايزين نتقل عليك كفايه كده، والله انا نفسي اكون موجود معاكم بس اديني موجود اهو لحد ما احس ان انا تعبت خالص هقول لكم فعلا. يعني ممكن تسليم الاسايمنت يكون يوم الاثنين؟ بص احنا يوم الاثنين يعني يوم السبت ان شاء الله هناخد الكوست، ويوم الاثنين هناخد الكواليتي. يوم السبت هقوم ضايف لكم حاجات ثانيه، يعني هقوم ضايف لكم حاجات ثانيه في الكوست اعملوها، فمفيش مشكله يعني عايزين تفتحوها لحد الاثنين براحتكم. يعني انا هنزل ان شاء الله الحاجات، اللي يخلص بدري يبعت وان شاء الله مفيش مشكله. يعني يوم السبت كده نشوف كم واحد بعت، وبناء على الكلام دوت يعني نعتبرها من دلوقتي مفتوحه لحد الاثنين مفيش مشكله، عشان برضو الناس اللي عايزه تاخد وقت وتنام نفتحها لحد الاثنين. ماشي ماشي. وانا فعلا يا جماعه مرهق. طيب انا هفتح لاي سؤال، بس يا ريت بلاش اسئله تكون مكرره ولا حاجات كده يعني مش اساسيه. يعني ده سؤال جامد اعرف اختم بيه النهارده. يعني نقفل يا جماعه. بريمافيرا مهندس محمد ابو العباس بيقول بريمافيرا ميك مانوال ريسورس الوكيشن هي اسك لغايه اوتوماتيك. اكون واقعي معاك يا باشمهندس، يعني انا ما اشتغلتش على حاجه ثانيه، مش هقدر اجاوبك على السؤال بتاع الاوتوماتيك ده، انا شخصيا ما عنديش المعلومه دي، اعذرني يعني. بليز كان يو اكسبلين دانجلينج. ايه دانجلينج؟ يعني ايه دانجلينج؟ كان يو اكسبلين هاو ليفلنج ريسورس افكتنج ذا انديوريشن. بليز كان يو اكسبلين دانجلينج اكتيفيتي. دانجلينج دي اتقالت تاني، معلش انا دانجلينج دي ممكن تكون ما عدتش عليها قبل كده، هل هي حقيقية من دانجلينج ولا ايه؟ طيب ريسورس اكتيفيتي بتأفكت الديوريشن ازاي؟ الليفلنج قصدي بيأفكت الريسورس ليفلنج بيأفكت الديوريشن. طيب بص يا باشمهندس، انا ممكن يكون عندي مهمة، عندي ثلاث اربع مهمات بتتنفذ بريسورس واحد. خلاص؟ المهمات دي في منها حاجات الديبندنسز بتاعتها، يعني في حاجات بتديبند على حاجات وحاجات تانية مش بتديبند. يعني ممكن يكون عندي مثلا اربع مهمات، اتنين منهم في مهمتين تانيين بيعتمدوا عليهم، وفي مهمتين تانيين مفيش حاجه بتعتمد عليهم. فلو انا اخرت المهام اللي
خليتها في الاخر المهام اللي معتمد عليها مهام تانية، اكيد هاخر المهام التانية. في حين لو خليتها في الاول وخليت المهام اللي مش معتمد عليها حاجة هي اللي في الاخر، انا كده مش هاثر على المشروع، على زمن المشروع. واخد بالك؟ يعني انا لو عندي دلوقتي 4 مهام، رقم 1 و3 في مهام تانية ديبندنج عليهم، والمهام التانية دي على الكريتيكال بات وهتأثر في الديوريشن بتاع المشروع، ومهام 2 و4 مفيش وراهم حاجة كريتيكال بات وممكن يكون عندهم فلوت كمان. في الحالة اللي زي دي أنا لو عملت الدنيا دي بالترتيب 1 2 3 4، أكيد 3 هتأثر لي، هتسبب إن يحصل تأخير شوية في الاسكيدول. بينما لو أنا عملت 1 و3 الأول وخليت 2 و4 هم اللي بعدين، وبدات اوزع الريسورس عليهم بالشكل ده، اكيد ده هيسبب ان انا اخلص الدنيا اسرع، وفي نفس الوقت اكون عملت الحاجات برضو في وقتها. انا مش عارف في الدانجلينج بصراحه، يعني انا هشوف اذا كنت يعني هل في خطا في كتابه الكلمه ولا دي كلمه صحيحه، وهشوف. تمام. اي او تي كليمز، ايه السؤال؟ انا مش عارف ايه السؤال، معلش. باشمهندس كريم الطحان، نظل عن امان. شكرا يا باشمهندس جاب الله. ممكن توضيح الفرق بين ما كملش؟ جزاك الله كل خير يا باشمهندس محمود. Crashing and fast crashing how to apply without affecting quality. خلي بالك ان احنا في الفاست تراكنج ممكن نأفكت الكواليتي، بس في الكراشنج احنا بنأفكت الكاست. تمام. في الفاست تراكنج نأفكت الكواليتي اذا كانت ترتيب الخطوات دي ليها علاقه بالجوده. بمعنى المرة اللي فاتت قلت لك ممكن نشتغل في الغرفة معينة، الغرفة دي بتأثر أو بنفتح البلكونة ندخل هواء ندخل تراب وهكذا، فده ممكن يأثر على الكواليتي، وبالتالي دي كونسيدريشن المفروض تحطها في اعتباراتك لو دي تعمل إيه؟ فاست تراكنج. بالنسبة للكراشنج، إحنا قلنا الكراشنج هو بنزود الريسورسز بدون ما نأثر على الكواليتي، فهو هنا مش هيأثر على الكواليتي. هل نسبة الالتزام بالسكيبل في المشاريع بتبقى عالية؟ المفروض تبقى عالية، بس طبعًا أي مشروع بيحصل فيه تشينج ريكوستس وبيحصل فيه تغييرات كتيرة جدا، من أهم الحاجات اللي بيحصل فيها تغييرات هي السكيدول. خلاص؟ وارد طبعا إنه يحصل فيه تغيير. جزاكم الله خيرا. طيب معلش أنا هضطر بقى دلوقتي أقفل، أنا كنت معاكم كده نص ساعة أسئلة تقريبا أو حوالي 25 دقيقة. هضطر أستأذنكم، وهيكون معاكم المهندس أحمد سمير. سامحوني على إني يعني برضه مش متاح المرة دي أو مش فول إنرجي المرة دي. انا هفتح الشات وهقفل المايك، كنترول معاك.